عايزين اوصلها لكم، او اي معلومه عايزين توصلوها لي، او اي حاجه هنسال فيها، او اي حاجه بقى، اي حاجه اداريه تخصكم طول ما انتم موجودين ان شاء الله معانا، نقدر ان احنا نتواصل مع بعض وتبقى الدنيا سهله باذن الله. طيب تحبوا نبتدي ولا نستنى 5 دقائق؟ لسه الساعه 9 الا 5. نستنى عشان باقي الناس بس. نستنى عشان باقي الناس. طيب قولوا لي انتوا عندكم اي تساؤلات طيب في ال5 دقائق دي؟ دكتور ممكن تقول لنا طريقة المذاكرة ازاي في المادة دي؟ السؤال الصعب. السؤال الصعب اللي بقالي 20 سنة بتسأله، 20 سنة مش عارفة أدي عليه إجابة إيه، إجابة يعني نموذجية، لأن مفيش إجابة بتنفع مع حد بتنفع مع حد تاني. لكن نصيحتي ليكم إن الحاجة اللي أنتوا أولا حضور المحاضرات مهم جدا، لأن ده بيسهل كتير جدا 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 من مذاكرة الحاجات في الكتاب، غير اللي مش سامع. معظمنا بنكون يعني محضرين المحاضرات تقريبا من الكتاب بالظبط، فانت بيكون كأن الكتاب اتقرأ قدامك مرة، البوينتس اللي مش واضحة اتوضحت، فده بيسهل جدا في المذاكرة. فأول نصيحة ان احنا نحضر المحاضرات ونروح نذاكر، مش نروح بقى وننام ونصحى نذاكرها على طول، احنا ما بنروحش دلوقتي. كويس، دي أول حاجة. الحاجة التانية، الجزء الكبير اللي في الكتاب بتاع الإبيديميولوجي ده جزء كبير جدا، دوت لازم يتذاكر بالعرض. يعني ايه تذاكر بالعرض؟ يعني لما امسك مثلا، احنا عندنا 4 انواع من الامراض، فيها دروبلت وكونتاكت وارثروبود وفود بورن. لما اجي اذاكر الدروبلت اذاكرهم بالعرض، يعني النهارده مثلا هاخد الديفينيشن والكوزيتيف ايجنت والريزرفوار والانكيوبيشن بيريود والبيريود اوف كوميونيكابيلتي ليهم كلهم. يعني انا حتى لحد امتحان الدكتوراه كنت بذاكر الابيديميولوجي ده بالعرض، عامله له جداول بالعرض. واعتقد ان في حاجات جاهزه في المكتبات، بس انا مش عارفه هل دي لسه موجوده ولا لا. بكره بقى هذاكر بقى الكلينيكال بيكتشرز والدياجنوزس والريسك فاكتورز بتاعهم كلهم. اليوم اللي بعده هذاكر البريفنشن بتاعهم كلهم. المذاكره بالعرض دي بتخلي اولا في عندنا الجروب، كل جروب من الديزيز بيبقى ليهم كومن فيتشرز، فاحنا ما بنقعدش نحفظ كل ديزيز على حده، احنا بنحفظ بقى الحاجه الكومن فيهم كلهم، وبالتالي بنقدر نحط ايدينا على الحاجه المختلفه. يعني كلهم مثلا مود اوف ترانسميشن كلهم دروبلت كذا كذا كذا، نلاقي حاجه بقى ممكن انها كمان ان اديشن للدروبلت تتنقل باي ميلك. اوكي، فدي اللي انا احط عليها زي علامه كده في الكتاب او في الجدول اللي انا عامله بايدي. يبقى انا ما قعدتش حفظت في كل الكلام في كل حاجه، لا انا حفظت حاجه واحده بس، ان كلهم بيتنقلوا باي دروبلت دايركت وان دايركت واير بور، فيما عدا كمان الستريبت بتتنقل كمان باي ميلك. يبقى انا حطيت كده علامه او حطيت مربع على الستريبت ان دي حاجه مختلفه. كلهم مثلا انكيبيشن بيريود تتراوح ما بين كذا وكذا، فيما عدا ده كده مختلف، كلهم فيهم فاكسين فيما عدا ده، وهكذا. الجزء بتاع الفاكسينيشن يستحسن ان احنا نذاكره برضو بالعرض، يعني نعمل له جدول بالعرض، لان الفاكسينيشن ده مهم جدا 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 جدا. اوكي، دي الجزئيه بتاعت الابيديميولوجي، ودي جزئيه كبيره على فكره، مش صغيره، يعني دي حته كبيره جدا من الكتاب. نيجي مثلا على الحته بتاعت الهيلث سيرفيسز، ممكن برضو ان انا الخصها في جدول بالعرض از ريجاردز ايه اهم الموربيديتي كويس اللي ممكن يعاني منها، سواء الام سواء الاطفال سواء الجيرياتريك سواء السكول. اوكي، والموربيديتيز دي ممكن ان انا اقسمها لحاجات نيوتريشنال وحاجات انفكشوس وحاجات نون انفكشوس، وابدا ان انا فيل ان ذا سبيس بالكلام دوت. فده هيسهل لي جدا 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 في المذاكره. يعني معظم الحاجات الهيلث سيرفيسز دي برضو انا كنت بقول للطلبه ذاكروها بالعرض، الابيديميولوجي تذاكر بالعرض. حته زي الميثودولوجي والستاتستكس والسامبلينج والملحقات اللي هي الحاجات اللي هناخدها الاسبوع ده، مهم جدا 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 الحضور فيها، مهم جدا، لان هي بتعتمد على الفهم كويس، وقت انها اتفهمت مره خلاص ما بتتنسيش. ليه بقى؟ لان احنا هنابلاي الكلام بتاعها ده في الريسيرش موديول، وفي نفس الوقت ان احنا هنشتغل الحاجات بتاعت الستاتستكس والكلام ده على ايدينا على الكمبيوتر، فهتبصوا تلاقوها سبتت جدا.
بس مهم جدا ان احنا نسمعها. وانا منزله لكم فيها ناس، يعني انا برضو اللي بحط لكم الجداول، انا والتيم بتاع الجدول منزله لكم ناس فعلا كويسين جدا اللي هم يقدروا يفهموكم الحتت دي. فاحنا ما عندناش حضور في الكليه غير يوم واحد في الاسبوع، واحنا ما عندناش حضور في الكليه تقريبا غير 3 ايام في الراوند كله لكل واحد فيكم، مظبوط؟ فبالتالي احنا عندنا وقت كبير جدا قاعدينه في البيت. كانت مشكلتنا مع الطلبه زمان ان كان قبل موضوع الكورونا ده كانوا كل يوم بينزلوا، وبالتالي ما عندهمش وقت ان هم يقعدوا في البيت. كل يوم كنا بنشتغل من 8 ل 2 من الحد للخميس، فما كانش عندهم وقت يذاكروا. لكن انتوا عندكم اتليست في 3 ايام فاضيين ما فيهمش اي حاجه خالص غير النص يوم بقى اللي بعد كل المحاضرات تقدروا تذاكروا فيه. فدي فرصه كويسه جدا ان احنا نلحق نذاكر ونهضم. طبعا احنا اخر راوند، فنحاول ان احنا على الاقل نكون عدينا على الكتاب كله مره كامله مذاكره بيزك كويسه، وبعد كده نيجي ساعه الامتحان هيبقى فيه تحديدات هتبقى اكتر شويه من كل راوند، نعدي عليها تاني وتالت كويس جدا. هتفضل بقى الجزئيه الاخيره اللي هي قبل الامتحان دي اللي هي هتتذاكر بقى في الفتره اللي قبل الامتحان. ارجو ان انا اكون افدتكم، بس زي ما قلت لكم كده هو يعني البابليك هيلث ملهوش كتالوج قوي، كل واحد فينا بيذاكره بطريقه، دي الطريقه اللي انا كنت بذاكر بيها من وانا طالبه زيكم كده وبعد كده في الماجستير والدكتوراه. عندنا اي سؤال تاني؟ يا دكتور لو سمحت، بالنسبه للحضور فيس تو فيس، الجدول اللي نزل كل اللي فيه اونلاين مفيش؟ لا الجدول اللي انا، الجدول اللي هو المفروض محطوط على موقع الاسم، انتوا الجدول اللي جالكم من الكليه ولا جالكم من عندنا؟ لا حضرتك نزل الجدول بتاع الفيس تو فيس كمان امبارح او اول امبارح. خلاص ايوه، المفروض ان هو محطوط على الموقع بتاع الاسم زي ما هو محطوط تشوف الاسماء بتاعتكم. يعني انتوا دلوقتي المفروض ان انتوا عارفين مين في جروب 1 ومين في 2 ومين في 3 وهكذا، صح؟ عارفين منين؟ من السايت بتاع الاسم بالظبط. والجدول برضو المفروض ان هو موجود على السايت بتاع الاسم، احنا رافعينه من زمان قوي، من يوم 20/4 من قبل ما تبداوا حتى. يعني السايت بتاع الاسم مش تبع البلاك بورد هنا يعني؟ لا مش تبع البلاك بورد. تمام. anyhow احنا النهارده ان شاء الله لما هنبقى في جروب مع الثمانية الليدرز ممكن ابعت لكم الجدول PDF بحيث يبقى عندكم على الموبايل وعلى طول وتقدروا تفتحوه وتعرفوا. بس هو عامه احنا الاسبوع ده كله اونلاين، لكن من الاسبوع الجاي اذا ما لغوش الدراسه وخلوها كلها اونلاين، لان انا عرفت ان هندسه القاهره لغت الميد ترم وخلت الدراسه اونلاين خلاص. فاذا احنا استمرينا المفروض الاسبوع الجاي عندكم نزول فيه 3 ايام. انا حاطه كل 3 جروبس في يوم، تمام؟ عشان ايه ما تروحوش متاخر، تروحوا بدري. لو حصل ان يوم السبت 1 مايو ادوا اجازه، لو حصل ان احنا خدنا اجازه لسه الدوله هتقرر، هشفتت يوم 1/5 ده ليوم ما يبقاش اجازه، على حسب ما اشوف بس الاسبوع الجاي هم هيدوا اجازه ايه، لان انا الاسبوع الجاي ده مدياكوا اجازه حد واثنين وخميس ومشغلاكوا سبت وثلاث واربع. لو السبت كمان هيبقى اجازه هنحوله في يوم تاني او اقلبه لكم اونلاين زي ما انتم عايزين، يعني اللي تحبوه. كويس. ونشوف ان شاء الله احنا مع بعض الجروب اللي هيبقى مع الليدرز ده هيسهل قوي اي مشاكل ان احنا نحلها على طول. تمام دكتور، هو احنا امتى نتقسم؟ انتوا المفروض متقسمين والتقسيمات بتاعتكم موجوده على موقع بتاع الاسم. 12/5 ده حضرتك دكتور هيبقى يوم العيد. ايوه عندنا يوم 12. نعم. حضرتك مثلا اليوم ده مثلا لو يعني لو الجروب ده مثلا يقدر يحضر في يوم تاني او اليوم ده مثلا يبقى اونلاين، ما اعرفش. العيد الحد والاثنين صح؟ العيد هيبقى يا اما 13 او 14. العيد بتاعكم حد والاثنين ولا قصدكم على العيد انهي؟ قصدكم على العيد بتاع انهي عيد فيهم؟ عيد الفطر ولا العيد اللي جاي ده على طول؟ دكتور عيد الفطر يوم 12 واحنا لينا محاضره يوم 11 نزول الكليه. احنا عندنا محاضره يوم 12 يا دكتور.
طب خلونا بس احنا مع بعض، خلونا بس واحده 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 واحده. احنا مع بعض هنبقى على جروب، وهيبقى سهل جدا ان احنا المانيبيوليت الدنيا. لو 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 هو هو العيد هيبقى 12 ولا هيبقى 13 المفروض؟ 13. لا هيبقى 12. 12 العيد المفروض هيبقى 12. ايوه ماشي، ما هو يا 12 يا 13 صح؟ ايوه عادي يعني، بالوقفه ملهاش علاقه بالموضوع يا جماعه. احنا حاطين يوم 12. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. يوم 12 دوت انتوا عندكم جدول في الكليه بتقولوا ولا؟ واكيد مش يوم 12. لا في ناس الجدول مكتوب فيه يوم 11. انا جبت دكتور عندنا نزول يوم 12. عندكم نزول يوم 12، خلاص ما فيش مشكله. هنظبط مع بعض، يا اما ان احنا نخليها اونلاين اوكي، يا اما ان احنا نحولها على يوم تاني. هنتصرف طبعا. الراوند بتاعكم ده كان مليان كم من الاجازات والاعياد رهيب يعني، فبس يوم 12 دي ممكن تكون فاتت علينا. مفيش مشكله، خلينا بس نمشي كده ستيب باي ستيب، لان انا ام اكسبكتد ان الدراسه هتقف. فخلينا ايه نمشي ستيب باي ستيب، اسبوع باسبوع. انتوا الاسبوع ده كله معانا اونلاين، هيكون بان بينا في موضوع قصه ان الدراسه هتستمر كده ولا لا. واحنا مع بعض الحاجه اللي هي شايفين ان هي هتبقى فيها مشكله هنشفتت اليوم بتاعها، مفيش مشاكل. تمام. نخلينا بقى نبتدي، عشان زي ما قلت لكم كده احنا امبارح خلصنا 11:05. ف يلا بينا. طيب انا هبدا بقى اسجل عشان تبقى المحاضره معاكم، وباذن الله باذن الله برضو هحاول على الجروب اللي احنا فيه ابعتها لكم، بحيث ان هي برضو تبقى معاكم وتساعدكم وانتم بتشتغلوا الاسبوع اللي جاي دوت باذن الله. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضره بتاعت النهارده دي هي اسمها هاو تو رايت ا بروتوكول. تمام. والمحاضره دي هي تعتبر البيزك بتاع كل الريسيرش موديول. احنا مش بصفحه حاجه، احنا الكلام ده مش هتلاقوه مكتوب غير عندي هنا، ده تفهموه خلاص لان هو ابلايد. الريسيرش موديول ده هتلاقوه موجود في الكتاب العملي، بس الكلام اللي انا هقوله ده مش هتلاقوه مكتوب بالديتيلز دي في الكتاب العملي. تمام. فنركز فيه وان شاء الله هيبقى معاكم المحاضره، سواء كانت ريكوردد سواء الباوربوينت ان شاء الله هبعتها لكم. بس تركزوا معايا عشان هو ده الاساس اللي انتوا هتشتغلوا عليه العملي. يعني احنا هنشتغل المحاضره دي كده نصين، نص الاول ندي الباك جراوند بتاع البروتوكول وازاي بيتعمل، والنص الثاني بقى هقول لكم بالظبط انتوا هتعملوا ايه وايه التاسكات اللي هتتقسم عليكم. خلاص. طيب نقول بقى تاني بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. طبعا انتوا عارفين خدتوا امبارح ان احنا عندنا كلمه ريسيرش دي جايه من ري اند سيرش، يعني في كونتينوس سيرشنج. I am in a state of continuous searching for a new information. هذا السيرشنج ما بيحصلش هابهازردي، بيحصل بطريقه سيستماتيك وطريقه ساينتفك من الداتا كولكشن واناليسيز وانتربريتيشن. عشان في الاخر ايه؟ عشان في الاخر انا عايز اجاوب او عندي سؤال مش عارف له اجابه علميه، وعايز ان انا اوصل لاجابه هذا السؤال بطريقه علميه، فببدا ان انا اعمل البحث. او عندي مشكله في جروب معين وعايزه استدي الجروب ده او المشكله دي، زي ما احنا كده كلنا كل الابحاث دلوقتي بتتعمل على ايه؟ بتتعمل على الكوفيد، عشان لسه طبعا مجهول الهويه، فالناس كلها عماله تعمل عليه ابحاث عشان نحاول ان احنا نفهم عنه اكتر. طيب الريسيرش زي ما انتوا اظن امبارح اخدته مع الدكتوره داليا صح؟ الفيزز بتاعته عباره عن اربعه فيزز. دي تبدا بالبلاننج، والبلاننج دي طبعا دي فيها ستيبس كتيره قوي، منها ان انا اول حاجه لازم احط ريسيرش كويستشن او اعرف ايه المشكله اللي انا بدور عليها، لازم احط جول واوبجكتيفز، لازم اختار ستادي ديزاين، لازم احدد السامبلنج بتاعتي، اسلكت التول اللي انا هستخدمه في الداتا كولكشن، لازم اراعي الايثيكال كونسيدريشن، عشان الستيب اللي بعدها ان انا اخش في مرحله الامبلمنتيشن اللي هي مرحله تجميع الداتا من الناس اللي انا هشتغل عليها. بعد كده هنخش على المرحله اللي بعدها
اللي هي الداتا مانجمنت، اللي هي انا بمانيبيوليت الداتا دي عشان اقدر ان انا اوصل منها لديسيجن، خلاص، عشان في اخر ستيب ان انا اعمل كوميونيكيشن او اعمل ديسيمينيشن للنتائج اللي انا وصلت لها دي. مش المفروض ان انا بعمل بحث واروح حطاه في الدرج، انا بعمل بحث عشان انشره عشان الناس التانية تستفاد بيه. اعتقد ان الرسمه دي امبارح انتوا اكيد خدتوها مع الدكتوره داليا في الاستادي ديزاين. طيب انا عشان اعمل هيلث ريسيرش لازم يبقى في بالي اربع نقط مهمين جدا عشان ابدا اشتغل عليهم. اول حاجه ان انا اسلكت الموضوع اللي انا هشتغل عليه، وهقول لكم دلوقتي ايه هي البوينتس اللي بتخليني اسلكت الموضوع ده بطريقه مظبوطه. تاني حاجه ان انا اعمل ريفيو اوف ليتريتشر. يعني ايه؟ يعني اروح اقرا على كل ثيوريتيكال باك جراوند اللي اتكتب عن هذا الموضوع عشان افهم عنه اكتر، ودي ليها فايده برضو هقولها لكم كمان شويه. بعد كده ببدا اعمل البروبوزل او البروتوكول، ابدا اكتب البروتوكول بتاع هذا الريسيرش، وهقول لكم حالا برضو يعني ايه كلمه بروتوكول. عشان بقى بعد ما خلصت كل الحاجات دي اروح داخله في المرحله الاخيره ان انا اعمل امبلمنتيشن للاستادي بتاعتي، او ابدا ان انا انزل الم الداتا. طيب ايه هي الحاجات او البوينتس اللي لازم اكون حطيتها في دماغي وانا بختار ان انا اعمل موضوع معين او ببحث عن حاجه معينه عايز اعمل عليها بحث؟ اول حاجه الريليفنس. يعني ايه الريليفنس؟ يعني الموضوع دوت هل هو حاجه مهمه يستاهل ان احنا نشتغل عليها، ولا حاجه مش ذات قيمه؟ هل هو منتشر جدا في المجتمع؟ احنا دايما طبعا في الببليك هيلث بتبقى عينينا على المجتمع مش عينينا على الفرد، مش زي الحاجات الكلينيكال. دايما وانا بعمل اي حاجه في الببليك هيلث دايما عيني على المجتمع ككل. فالموضوع الموضوعات بتاعتنا اللي احنا بنختارها دايما بتكون لازم يكون لها حاجه مهمه او بنسميها هوت توبكس موجود. يعني احنا دلوقتي كل الابحاث اللي طالعه من الاسم طالعه على الكوفيد، لان ده الهوت توبك الموجود والحاجه اللي بتهم الناس واللي لسه ما نعرفش عنها حاجات كتير. ما يجيش بقى حد يقول لي ايه، انا هسجل رساله ماجستير عن الناس اللي عندها شيستوسومايسيس. لا، شيستوسومايسيس مشكله وكذا وكذا، بس مش وقته دلوقتي. احنا لازم ندور على حاجه ريليفنت للوقت اللي احنا عايشين فيه عشان نبدا ندور على نبحث فيه. تاني حاجه لازم اراعي الافيدنس اوف دوبليكيشن، ان انا ما اجيش اكرر بحث اتعمل هو بالظبط في نفس الجروب بالظبط في نفس المكان بالظبط. انا ممكن اكرره في حته تانيه عشان اشوف النتائج هتختلف ولا لا، او اعمله على فئه تانيه عشان اشوف النتائج هتختلف ولا لا. لكن طبعا الدوبليكيشن ده عباره عن ويست اوف تايم وايفورت وكل حاجه. الحاجة التالتة ان يكون في urgency data needed. انا محتاجة urgency الم بيانات عن الموضوع الفلاني عشان هاخد قرار في وزارة الصحة بي، فلازم الناس تعمل لي research عشان نقدر نشوف احنا محتاجين ناخد قرار في الموضوع ده، فلازم ان احنا نشتغل على الريسيرش في الموضوع ده. الحاجة اللي بعد كده اللي هي feasibility of the study، هل انا فعلا هقدر اعمل الموضوع ده ولا لا؟ يعني احنا مثلا كنا هنسجل رسالة دكتوراه، وكنا عرفنا ان بعض الدول دلوقتي بدات تعمل البي سي ار بدل ما هو في البلاد بتعمله في السلايف، فحاجه تعتبر نون انفيزيف خالص، والعيان ما بيجيش اصلا، هو بيبعت العينه السلايفا دي مع اي حد من اهله، فبالتالي بقلل الكونتاكت اللي بين الهيلث كير وركرز وبين العيانين، فما نخليش الدكاتره يبقوا دايما كده اكسبوزد للعيانين، وبالذات الناس اللي بيعملوا البي سي ار. تمام. بس لقينا اولا الكيتس بتاعتها مش موجوده في مصر، ولما وصلنا المعمل وهو هيجيب لنا الكيتس لقيناها ان هي هتتكلف على العيان الواحد، او هتتكلف بقى على اللي هيعمل البحث، العيان الواحد هيتكلف فوق ال 1500 جنيه، فطبعا هتبقى اغلى من البي سي ار دلوقتي اللي هو ايه بيتعمل في معامل دلوقتي بتعمله باقل من كده بكتير. وفي نفس الوقت احنا في الرساله بتاعتنا في الببليك هيلث دايما بنشتغل على جروب بالميات، ما بنشتغلش بالعشرات، يعني لازم ناخد سامبلز 200 300 واحد، فعشان نعمل لكل واحد ب 1500 جنيه لقينا طبعا ايه ان ده هيبقى استحاله ان هو يتعمل. فالفيزيبيليتي اوف ذا ستادي دي ان انا اقدر فعلا ان انا اعملها حاجه مهمه جدا. فرجعنا عن الفكره خالص بعد ما كنا قعدنا نقرا فيها واستعدين ان احنا نكتب بروتوكول فيه. الحاجه اللي بعد كده الابليكابيليتي اوف ريزلتس. طب انا حتى لو كنت عملت الفكره
وجبنا فند من حتة وقدرنا ان احنا نعمل البحث ده. هل بعد كده انا هقدر اقول للناس سيبوا البي سي ار مثلا ب 700 جنيه وتعالوا اعملوا السلايفا اللي هي ب 1500 جنيه؟ لا، الناس تقول لك لا انا اخد شكد، اخد قصدي سوري مسحة وخلاص، وما اعملش الموضوع السلايفا دوت اللي هيكلفني الضعف. تمام؟ فبالتالي لقينا ان الريزلتس حتى لو احنا وصلنا ان دي حاجة زي بتاعة المسحة اللي بتتاخد ديت هتبقى مش ابليكابل، الناس مش هتجيلها. فلذلك هدينا فكرة البحث ده خالص. الحاجتين الاخرانيين اللي انا بحطهم في بالي وانا بختار اي بحث، الإيثيكال أكسبتابيليتي، هل هو الموضوع ده هيبقى مقبول إيثيكالي، وإذا كان في بوليتيكال أكسبتابيليتي للإستاد بتاعتي ولا لا. طيب تعالوا نشوف بعد كده حتة الليتريتشر أوف ريفيو، إن أنا أقعد أقرأ في الموضوع بتاعي كويس جدا زي ما حضراتكم هتعملوا كده بقى اليومين الجايين دول قبل ما تختاروا الموضوع أو قبل ما تكتبوا في الموضوع. مهم جدا ليه إن أنا أقرأ في هذا الموضوع؟ أولا عشان أضمن إن إحنا ما عندناش دوبليكيشن للورك. الحاجة التانية ان انا اقدر ان انا اعرف يا ترى الناس وقفت عند انهي مرحلة عشان انا اكمل. الطب بيتقدم بان احنا بنبتدي من حيث انتهى الاخرون، مش دايما نبتدي من نقطة البداية، ما نبتديش كلنا من نقطة الصفر. لا، انا فلان وفلان وفلان وصلوا لكذا، طب انا هبدأ اكمل على شغلهم. هو ده فكرة الابحاث، وهي دي اللي بتعمل تقدم في كل مجالات الطب. كل ثانية بيبقى فيه تقدم في مجالات الطب. الحاجة التالتة إن هي بتخليني أبقى فاميليار مع الموضوع. عارفين كده لما الممثل بيخش جوه الشخصية وبيتقنها جدا، إحنا لما هنقرأ كتر ما هنقرأ عن موضوع معين بنحس إن الموضوع ده خلاص تشبعنا بيه ودخل جوانا، بنبقى ملمين بكل جوانبه وعندنا أفكار كتيرة جدا ممكن تتعامل فيه وتطلعه بأحسن صورة. وبعد كل هذا الكلام ده بيبقى عندي زي argument إن أنا لما حد يقول لي أنت ليه عملت الموضوع ده؟ أنا عملته عشان كذا وكذا 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 وكذا. طيب تعالوا بقى نخش على الحاجة المهمة اللي هي بتاعة البروتوكول أو البروبوزل بتاعنا. يعني إيه كلمة بروتوكول؟ عارفين البروتوكول ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن العقد اللي بين الناس اللي بتشتغل في بحث معين. في عقد ينفع يبقى شفوي؟ لا، لازم العقد بتاعنا ده يبقى إيه؟ written. تمام؟ وريتن سمري. ليه سمري؟ لان انا مش بكتب فيه الفول ديتيلز اللي هرجع اكتبها في الاخر في البيبر، لا انا بكتب سمري للحاجات اللي انا هعملها. خلي بالكو ان البروتوكول بيتكتب بصيغه هعمل، انا هعمل هعمل هعمل. لما بخلص بقى النتائج وتحليلها وخلاص خلصت الجزء بتاع الامبلمنتيشن وهبدا بقى اكمل كتابه البحث، بحول كل كلمه هعمل كتبتها في البروتوكول دي الى كلمه احنا عملنا وعملنا وعملنا ولقينا 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 ولقينا. فهو ريتن سمري دوكيومنت، ده بيبقى عندي زي العقد كده بين التيم اللي بيشتغلوا على هذا الريسورش، وبيكون فيه كل الفور فيزز بتاعه الريسورش. يعني انا هقعد اشرح فيه ازاي انا ايه هو الريسيرش كويشن بتاعي، ايه الجول، ايه السبيسيفيك اوبجكتيفز، الديزاين بتاعي ايه، السامبلنج نوعها ايه، كل حاجه من الحاجات اللي هي مكتوبه دي. حتى انا هفكر ان انا هعرض البروتوكول بتاعي ده او سوري الريسيرش بتاعي ده فين، هعرضه في مثلا ساينتفك كوميتي، هعرض البحث بتاعي دوت في مؤتمر، لا انا هنشر البحث بتاعي ده في مجله ناشونال، لا انا هنشره في مجله انترناشونال. كل الكلام دوت بيكون مكتوب فيه البروتوكول. طبعا لايبل الكلام ده ان هو يتغير، لايبل ان هو يتغير. طيب ايه اهميه ان احنا نبقى كاتبين؟ عمالين نقول لازم نبقى كاتبين، لازم نبقى كاتبين، ما ينفعش يبقى بقيقي، ما ينفعش يبقى شفوي. ليه؟ ليه الكلام ده ما ينفعش؟ اولا لان دايما لما الواحد بتجيله فكره حاجه بيحصل فلودز اوف ايديا في الوقت اللي هو بتجيله الفكره. يعني انا بتجيلي فكره موضوع او مشكله معينه، بص تلاقوا دماغ الواحد جات له افكار كتيره جدا حوالين الموضوع وحاجات كتيره جدا اتفتحت. لو انا ما كتبتهاش في ساعتها هقعد بعد شويه هنساها، او مش هتبقى بنفس البلوره اللي هي حصلت فيها في اول ما ايه زي ما يقول لك كده الواحد بيطق في دماغه فكره معينه ويبدا يشوف ازاي ينفذها وكذا وكذا وكذا. لو قام عمل كوبايه شاي ورجع هينسى حاجات كتيره جدا من اللي هو كان بيفكر فيها. الحاجة التانية ان دي هي الجايدنس للتيم ووركينج. يعني بنتفق ايمان هتعمل كذا، محمد هيعمل كذا، ريحابة هتعمل كذا، خلاص الكلام ده لازم يبقى مكتوب.
ليه؟ عشان احنا بناخد مثلا في الريسيرش ده سنه، ما نجيش بعد 6 شهور نكون كنا متفقين مع محمد ان انت يا محمد المفروض بعد 6 شهور هيبقى الدور بتاعك كذا، فيجي يقول لك لا ده مش الدور بتاعي، او لا انا وقتي لسه ما جاش، انا وقتي كمان شهرين. نقول له طب تعالى نرجع للبروتوكول ونبص كده في التايم بلان، نلاقي مكتوب ان محمد الدور بتاعه كذا والكذا دي ده الوقت بتاعها. تمام. الحاجة الثالثة ان انا لو انا عايزة اخد ethical approval على البحث بتاعي ده من اي ethical committee لازم اجيب لهم البحث ده مكتوب، ما ينفع مش البحث يعني البروتوكول مكتوب، ما ينفعش ان انا اقعد معاهم اقول لهم والله بقى ده انا بفكر اعمل كذا وفلان هيعمل كذا كده شفوي، ما ينفعش، لازم اجيب لهم حاجة مكتوبة عشان يقدروا يقروها ويصلحوا فيها ويدوني الاثيكال ابروفل. طب والاثيكال ابروفل ده مهم، اي حاجة بقت تتنشر في اي مجلة محترمة دلوقتي لازم لها بتطلب منك الرقم بتاع الاثيكال ابروفل اللي انت خدته من الاثيكال كوميتي في الحتة اللي انت بتشتغل فيها. الحاجة التانية كمان لو انا عايزة اخد فند، يعني عايزة حد يمول لي البحث بتاعي ده زي الفكرة بتاعتي دي اللي هي فشلت بتاعت الصلايبة دي، لازم اكون مقدمة لجهة معينة بتدعم الابحاث اروح مقدمة لها البحث بتاعي ده. سوري انا دايما بتلخبط، هو مش بحث هو بروتوكول، عشان في فرق بين كلمة بحث وبروتوكول هقوله لكم في الاخر. البحث ده اللي هو بعد ما يخلص خالص، لكن البروتوكول ده هو اللي في الاول. اروح مقدمة لهم حاجة مكتوبة عشان يدوني عليها ابروف، بالإضافة بقى لأن البروتوكول ده هو بيعتبر النيوكليوس اللي أنا ببدأ أبني عليها بعد كده كل كتاباتي في البحث بتاعي. طيب هو أنتوا مطلوب منكم تكتبوا بروتوكول ولا مطلوب منكم تعملوا بحث؟ هو إحنا في النص الأولاني من الراوند هنعمل بروتوكول، بعد ما نبدأ نأنالايز الداتا اللي إحنا هنلمها من الإي فورم زي ما قالوا لكم، هنخش بعد كده من أول الجزء أو المحاضرة بتاعت الداتا مانجمنت هنبدأ كده في كتابة البحث بقى نفسه، نقول إحنا عملنا وسوينا خلاص. طيب عندنا أي سؤال لحد الحتة دي؟ هو كان في سؤال بس يا دكتور معلش خارج يعني خارج الموضوع الحقيقة. إيه؟ هو بالنسبة للريسيرش هل في تيمز مثلا في الجامعة ممكن حتى لو الواحد مثلا لسه يعني لسه ما تخرجش يعني ممكن ينضم ليها مثلا ويشارك في عمل ابحاث، ولا هو الموضوع ده مش موجود في الجامعه ولا ايه؟ لا هو موجود عندنا، بس يعني احنا لسه عندنا مثلا وحده تحت الانشاء وفي حاجات سبوراديك في الاقسام، يعني احنا كتير جدا في طلبه بتجيلنا ويبقى عندها فكره بحث ونعمله معاهم بس بصوره سبوراديك مش بصورة جهة معينة. حاليا في الشهر الأخير ده بدأوا إن هم يعملوا فعلا وحدة يبقى فيها مراجعة للأبحاث والبروتوكولات واستشارات تبع الأبحاث وممكن أي حد يشترك فيها، بس الحقيقة الجهة الرسمية دي هي لسه تحت الإنشاء. لكن أنتوا ناس كتيرة جدا بيقولنا عايزين نعمل البحث الفلاني، بنبدأ ان احنا نساعدهم وبينزلوا فعلا الطلبة يلموا الداتا ونعلمهم ازاي يكملوا البحث لحد ما ينشروه، لكن مش حتة معتمدة زي ما انت كده مثلا تروح تخبط على بابهم وتقول لهم انا عايز كذا، لا هي بتتم لحد دلوقتي بصورة سبوراديك وبصورة ودية، لكن ان شاء الله very soon الوحدة دي هتنشأ. يعني احنا خلاص هندخل البروتوكول بتاعها، هي كمان ليها بروتوكول وليها ديزاين كده المجلس الاسم الجاي، وهنبتدي ناخد خطوات فيها وهي هتبقى يعني تقريبا كل بيشتغلوا فيها من الاسم بتاعنا، فا اي هوب انها تبقى حاجه بروميزنج يعني وتحقق اللي انت بيدور في دماغك ده دلوقتي. تمام ان شاء الله حضرتك يا دكتور. حضرتك البروتوكول حضرتك قلت عليه هو بس في الحاجات الببليك هيلث ولا اي ساينتفك ريسيرش عموما بنمشي بتاعته؟ لا الكلام ده بيزك لاي ساينتفك ريسيرش هتعملوه طول حياتكم. ما هو انتوا لما هتتخرجوا باذن الله وتيجوا تعملوا رساله ماجستير او رساله دكتوراه او تعملوا ابحاث، انتوا مش كلكم هتبقوا ناس بتوع بابليك هيلث، انتوا هيبقى في منكم دكتور الرمد ودكتور الانف واذن ودكتور الجراحه ودكتور البطنه ودكتور النساء،
تمام. فالكلام دوت هو الساينتيفيك بيز لاي ريسيرش هيتعمل في الدنيا كلها، مش بس على فكره في الطب. الناس بتوع الزراعه والتجاره وكليات الهندسه لما بيجوا يعملوا ابحاث او رسائل، هو هو نفس الساينتيفيك بيز، هو هو تمام. بالنسبه اللي هنبتدي نعمله هيبقى في جايد لينا خلال السنه دي اللي هو نمشي يعني البروتوكول ازاي؟ في لا ايه قول لي كده، قول لي سؤال تاني. يبقى في جايد لينا يعني هنمشي ازاي؟ ايوه ايوه، انا النص التاني بتاع المحاضره هقول لكم احنا المفروض هنعمل ايه، وبعد كده كل جروب فيكم هيبقى شابك في حد من الاساتذه الافاضل المدرسين اللي معانا في الاسم، هيمشوا معاه لحد الاخر وما تقلقوش خالص خالص خالص. البروتوكولات دي انا عارفه طبعا ان اول مره يمكن تكونوا يعني بتمروا بتجربه ان انتوا تكتبوا بروتوكول، لكن ما تقلقوش كلكم يوم الفاينل برزنتيشن دول بتكون الموضوع يعني بقى بالنسبه لكم فل جدا، وكلكم بتاخدوا الفول مارك فيه. ما عندناش حد بياخد 7 من 8 في البروتوكول ابدا في الجزء بتاع البيبر او البحث ده ابدا، فما تقلقوش خالص منه ما تقلقوش. البروتوكول بيخلي المريض ملزم يكمل معايا البحث. البروتوكول ده قبل ما اقابل المريض خالص، البروتوكول ده انا بعمله في اوضه كده مع زمايلي اللي بيشتغلوا معايا، بعد ما بنخلصه بقى بنشوف اذا كنا هناخد عليه ايثيكال ابروفال من الايثيكال كوميتي بتاعه الكليه، وبعد كده انزل بقى اعمله مع المريض تمام. ده كان سؤالك صح؟ طيب اللي عنده سؤال يأجله لآخر المحاضرة. خلاص أوكي، خلينا نكمل علشان إحنا لسه برضو الوقت ما يسرقناش وعندكم أنا عارفة الساعة 11 سيشن. طيب نبتدي بقى نفهم الريسيرش ده إيه الكومبوننت بتاعته. خلاص مش الفيزز بقى اللي إحنا اتكلمنا عليها، لأ أنا بقى دلوقتي خلاص هبدأ أشتغل في ريسيرش. لازم أعرف إيه الفرق بين كلمة تيم وتوبيك وفكرة. عارفين الفرق بين التلات كلمات دول؟ زي الفرق بين باب العمارة وباب الشقة وباب الأوضة. البحث اللي أنا بعمله هو عبارة عن الأوضة. يا حسن هنقول الكلام ده في آخر المحاضرة، هحطلكم عليها سلايدز عشان جات سؤال في الأسبي المرة دي فما تقلقش. نخلينا بس مركزين هنا ونشوف. التيم ده عارفين زي إيه؟ زي باب العمارة اللي أنا بخش منه. باب العمارة يعني إيه؟ يعني أنا بختار مجال معين بشتغل فيه في البحث بتاعي، مجال كبير بشتغل فيه. خلاص؟ زي مثلاً إن إحنا عايزين نشتغل إبيديميولوجي، يبقى أنا اخترت باب العمارة بتاعي إبيديميولوجي. لا أنا عايز أشتغل نيوتريشن. خلاص؟ لا غيري مثلاً عايز يشتغل حاجة في الماتيرنال هيلث، حد عايز يشتغل حاجة تشايلد هيلث، يبقى أنا كده دخلت العمارة بتاعت الإيه؟ البحث بتاعي. طيب انا هختار هنا اكزامبل اكمل عليه، ان انا هشتغل حاجه نيوتريشن among youth في الشباب. اوكي لازم مهم قوي ان انا احدد الموضوع بتاعي واحدد الفئه اللي انا هشتغل عليها البحث بتاعي. طب وبعدين بعد كده اختار ايه التوبيك اللي انا عايزه اشتغله جوه النيوتريشن ده، جوه العماره دي لازم افتح باب شقه. خلاص زي مثلا ايه الحاجات اللي هي ممكن اشتغلها في نيوتريشن؟ حاجات كتيره. ممكن اشتغل حاجه على نيوتريشنال اسسمنت ميثود، ممكن اشتغل حاجه على نيوتريشن سيرفيسز، ممكن اشتغل نيوتريشنال هابيتس، ممكن اشتغل نيوتريشن نوليدج اتيتيود اند براكتس، ممكن اشتغل نيوتريشن ثرو لايف سايكل مع ديفرنت ايج، ممكن اشتغل نيوتريشن باترن. انا كده حددت ايه هو التوبيك اللي انا عايز اشتغل فيه جوه نيوتريشن. طيب مش كده وبس، انا لازم افتح بقى باب اوضه كمان اللي هو الفكره. يعني مثلا انا عايزه هنا اشتغل على النيوتريشنال سيرفيسز، لازم ايه هو السؤال اللي انا عايزه اطلع بيه من حته النيوتريشنال سيرفيسز دي؟ هل انا عايزه اسس الافكتيفنس بتاعت النيوتريشنال سيرفيسز؟ هل انا عايزه اشتغل واتعرف على ايه هي الديفرنت تايبس بتاعت النيوتريشنال سيرفيسز؟ هل انا عايزه اشتغل على الاكسبتابيلتي او اليوتيلايزيشن بتاعه النيوتريشنال سيرفيسز؟ هل عايزه اعمل لها ايفالويشن اقيم السيرفيسز اللي عندي دي؟ هل عايزه اعمل كاب ستدي ريجاردنج النيوتريشنال سيرفيسز؟ اوكي يعني شوفوا الموضوع الكبير اللي هو باب العماره ده كان نيوتريشن، وبعدين اخترت حاجه جوه النيوتريشن، وبعدين سالت نفسي عايزه اعمل ايه بالظبط جوه الحاجه دي. اهو ده اسمه بقى الريسيرش كويستشن بتاعي تمام. طيب يبقى احنا عرفنا هنا ايه الفرق ما بين الثيم
والفرق ما بين التوبيك والفكره اللي هي السؤال اللي انا عايزه اجاوب عليه من البحث بتاعي. كاب يعني نوليدج اتيتيود اند براكتس. طيب عشان اكتب بروتوكول لازم افولفيل كل البوينتس اللي احنا هنستعرضها مع بعض دي، وما تتخضوش لان احنا في نصها انتوا هتعملوه ونصها احنا مساعدينكم فيه بحاجات جاهزه هتنقلوها استنباط كده، زي يعني استنب كده هتتاخد تتحط في البرزنتيشن بتاعكم، تمام؟ وهنقول الكلام ده بالتفصيل برضو في النص التاني من المحاضره. اول حاجه لازم اختار التايتل بتاعي. طب ازاي اختار التايتل بتاعي؟ التايتل بتاعي ده لازم يكون فيه الباب بتاع العماره والشقه والاوضه. يعني لما انا جيت مثلا عايزه اعمل الكاب اللي حيرتكم دي على النيوتريشنال سيرفيسز، يبقى انا لازم التايتل بتاعي يكون فيه كلمه نيوتريشن ان هو ده باب العماره، يكون فيه نيوتريشنال سيرفيسز لان هو ده باب الشقه، ويكون فيه ان انا عايزه اعمل كاب ستادي، يعني عايزه اشوف النوليدج والاتيتيود والبراكتس، وحط فيه كمان امونج مين. انا عايزه اشوف الكاب ستادي دي هل الناس عارفه وبتستخدم فعلا النيوتريشنال سيرفيسز اللي متوفره في البلد among مثلا الستات الحوامل، among medical students، among youth الشباب بصفة عامة، among occupational workers كل الناس اللي بتشتغل بأي وظيفة معينة، خلاص among الجروب اللي هو الجيرياتريك. فلازم أحدد في التايتل بتاعي إيه هي الحاجة اللي أنا عايزة أشتغل عليها أو إيه السؤال بتاعي. لازم أحدد مين الفئة اللي أنا هشتغل عليها وهشتغل عليها فين وامتى، تمام؟ يبقى اذا التايتل بيكون فيه زي ما قلنا الثلاث كلمات بتوع الثلاث بيبان المختلفه. التايتل بتاعي ده لازم يكون اتراكتيف وايزي تو اندرستاند. ليه؟ لان انتوا لما هتيجوا مثلا تجربوا النهارده تخشوا عشان تنزلوا بيبرز ريليتد للبروتوكول بتاعكم، اول حاجه هتلفت نظركم في البيبرز دي، اول حاجه هتقروها في البيبر دي هي التايتل بتاعها، تمام؟ فلازم انا كمان اختار تايتل يجذب الناس انها تقرا البحث بتاعي. المهم كمان ان التايتل ده يبقى شورت كونسايزد بس في نفس الوقت يبقى انفورماتيف. مهم ان هو زي ما قلنا يبقى ديسكريبتيف، يبقى فيه مين اللي انا هعمل له ايه وامتى وازاي، ويكون فيه الكي ووردز اللي انا هستخدمها. اللي هي ايه الكي ووردز دي؟ اللي هم الثلاثه بواب اللي احنا اتفقنا عليها. طيب تعالوا نشوف مثلا لو انا كتبت تايتل زي انكزايتي ان يوث وحد شافه او قراه هيقعد يفكر انت عايزه ايه من الانكزايتي امونج يوث. لكن لو انا كتبته بالطريقه دي انسيدنس اوف انكزايتي ان يوث ميديكال ستودنتس القصر العيني 2020-2021، يبقى انا فهمت هنا الناس ان انا بشتغل على معدل حدوث الانكزايتي among medical students، مش اي medical students، لا medical students اللي موجودين معايا في القصر العيني في هذه السنه اللي هي 2020-2021. طيب بعد ما بختار التايتل المفروض ان انا بكتب اسامي الناس اللي شغاله جوه هذا البروتوكول أو اللي هيشتغلوا معايا في البحث. طب أسامي الناس دي بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة عن حاجة زي كده، أنا اسمي إيمان طاهر ولقب بتاعنا الكردي، فبكتب اللي بيشتغلين في البحث دول الكردي إي تي، الإم دي دي الدرجة العلمية آخر درجة علمية حصلت عليها، وبعدين آدي الشغلانة بتاعتي هي بروفيسور، وآدي الحتة اللي أنا بشتغل فيها كلها بقى في الديبارتمنت أوف بابليك هيلث في القصر العيني في كايرو يونيفرستي. طب انتوا هتكتبوا ايه لما تقدموا البرزنتيشن في الاخر؟ هتكتبوا اساميكم كلكم، مش هتكتبوها بقى انيشيال كده عشان ايه نبقى عارفين مين اللي اشتغل، هتكتبوها فول نيم، يعني هكتب مثلا عبد الفضيل عمرو ناصر، خلاص هكتب حسن احمد محمد احمد، اوكي هكتبها ان فول ديتيلز الاسامي بتاعتنا بارقام جلوسنا، وهكتب ان احنا عاملينها اندر سوبرفيجن اوف دكتور فلان الفلاني على حسب الدكاتره اللي هيكونوا موجودين معاكم في البروتوكول. طيب تعالوا بقى نيجي للحته المهمه اللي محتاجه مننا تركيز، لان هي الحته دي اللي انتوا هتشتغلوها فعلا في الاسبوع اللي جاي ده لحد ما نيجي للمحاضره الجايه بتاعه السب جروب بروتوكول برزنتيشن. ايه بقى موضوع الانترودكشن والباك جراوند؟ لازم قبل ما ابتدي في اي بروتوكول اعمل فرشه كده للموضوع بتاعي،
لو انا ما عنديش فكره عن الموضوع خالص لازم اي حد بيقرا البحث لازم يتمهد ويخش في الموضوع بتاعك عشان يبقى فاهم انت عملت ايه. فحته الانترودكشن دي مهمه جدا 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 لاي موضوع. الانترودكشن دي بتكون زي عباره عن ايه الثيوريتيكال باك جراوند بتاع الموضوع بتاعك، وبتكون عباره عن 4 أو 5 باراجرافس. الباراجرافس دي كل واحد فيهم له فايده. هناخد مثلا الباراجراف الاولاني لازم اتكلم فيه على ايه، اتكلم على الديفينيشن بتاعه الحاجه اللي انا بشتغل عليها اذا كان ليها ديفينيشن، او اتكلم على الامبورتنس بتاعتها. يعني انا هاخد مثلا نيوتريشنال سيرفيسز لازم اتكلم ايه اهميه النيوتريشنال سيرفيسز دي خلاص، واتكلم على ايه انواعها، واتكلم هل هي بريفالنت عندنا، هل هي موجوده ومنتشره ولا لا خلاص، سواء على المستوى العالمي سواء على المستوى الدولي بتاعنا بتاع مصر. دي اول حاجه، ده بيتكتب كده في باراجراف او 2 باراجرافس بالكتير قوي، ما نزودش فيها عن كده. الباراجراف اللي بعده لازم يربط لي الحاجه اللي انا التوبيك اللي انا اخترته ده يربطه لي بالفئه اللي انا بشتغل عليها. هل انا مهم ان انا اربط النيوتريشنال سيرفيسز دي بصحه الامهات مثلا؟ هل مهم النيوتريشنال سيرفيسز ديت للميديكال ستودنتس؟ هل مهم النيوتريشنال سيرفيسز ديت للتشيلدرن؟ هل مهمه للسكول تشيلدرن؟ اوكي، فلازم اعمل التربيطه ما بين الموضوع اللي انا بشتغل عليه والفئه اللي انا هشتغل عليها. الباراجراف اللي بعده برضو ده بيبقى باراجراف او 2 بيتكلموا على طب يا ترى الناس اللي اشتغلت في نفس الموضوع بتاعي بالظبط سواء كان في مصر او بره وصلوا لايه نتائج في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، وده بيبقى باراجراف او 2 بقول فلان الفلاني اشتغلوا زي موضوعي وصلوا والله ان النتيجه كذا 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 كذا، ان الناس ما بتقبلش مثلا على النيوتريشنال سيرفيسز عشان كذا كذا كذا، وصلوا ان الناس مش عارفه حاجه عن النيوتريشنال سيرفيسز بنسبه مثلا 80%، لا ده فلان الثاني في البحث الثاني في البلد الفلانيه الثانيه ده قال ان الناس ما تعرفش حاجه عن النيوتريشنال سيرفيسز بنسبه بس 40%. اوكي، بحيث ان انا لما اعمل بعد كده النتائج بتاعتي اقدر اقارنها بالناس الثانيه دي واشوف انا اقل منهم انا اكتر، طب ازاي نحسن الحكايه ديت. اخر بقى 3 سطور في الاستادي بتاعتنا دي بتكون الجاستيفيكيشن بتاعت الاستادي، يعني انا ليه بعمل الاستادي دي خلاص، يا اما ان انا بعملها عشان ما اتعملتش قبل كده خالص، يا اما انها اتعملت في حته ثانيه غير الحته اللي انا هشتغل عليها، يا اما انها اتعملت بس البوينتس بالذات او في حته تمهيديه اتعملت ليها وانا بكمل على البوينتس بتاعتها. فلازم اخر سطرين 3 في الانترودكشن هيكونوا انا ليه انا بعمل الاستادي دي. اتفقنا؟ طيب عندنا اي سؤال لحد الحته دي؟ لا، اللي احنا بنكتبه ده كل ده كل محاضره النهارده دي هتكون عباره عن البروتوكول، وبرجع اخد الكلام اللي انا كتبته بتاع الانترودكشن ده هو ده اللي انا بحطه برضه في الريسيرش الكامل الاخير اللي انا بعمله. تمام؟ طيب عندنا اي سؤال تاني؟ البروتوكول. طيب انت بتقولي لا انت حضرتك بتقول دلوقتي احنا ليه بنعمل البريكتيف انترودكشن في البروتوكول، مش احنا قلنا ان البروتوكول ده هو اللي انا بروح اقدمه للإيثيكال كوميتي عشان خاطر يوافقوا على الموضوع بتاعي. طيب الإيثيكال كوميتي دي عبارة عن دكاترة من كل حتة بيوزعوا عليهم البروتوكولات اللي بتجيلهم، يعني صحيح مثلا ممكن يجيبوا لنا حاجات ريتد للبابليك هيلث بس انا مش خبيره بكل الحاجات اللي هي موجوده في البابليك هيلث، ممكن الناس تكون عندها نقطه لسه ما درستش قبل كده، ما جديده ما اتعملتش بالنسبه لنا قبل كده. طيب ازاي اعرف هم بيعملوا ايه من غير ما اكون قاريه انترودكشن للموضوع اللي هم بيعملوه؟ هم كانهم بيعملوا لي ملخص لكل الثيوريتيكال باك جراوند بتاع الموضوع ده، بحيث ان انا فعلا اقدر اقيم هو الموضوع ده احنا محتاجينه ولا لا. تمام، هو الموضوع ده فعلا فيزبل ان هو يتعمل ولا لا. اوكي، فمهم جدا حته الانترودكشن دي، عشان كمان الانترودكشن دي لازم هتتكتب بعد كده في البيبر اللي انا هنشرها. فانا بستغل فرصه ان انا عشان اكتب بروتوكول قريت حاجات كتير، فاروح بالمره مجمعه الانترودكشن اللي هي لازم تكون اساس اي بيبر هيتنشر بعد كده. طيب عندنا اي سؤال تاني ولا نكمل؟ لا
هو دكتور بس فكره البروتوكول يعني احنا بنحاول نقنع الجهه اللي احنا هنبتدي نعمل الريسيرش ده مش بس نقنع مش بس عشان نقنع الجهه مش بس عشان نقنع الجهه عشان اولا انا ابقى عارف الثيوريتيكال باك جراوند بتاع الموضوع بتاعي. هو ما ينفعش اخش اعمل ريسيرش في حاجه وانا ما اعرفش عنها حاجه خالص او ما اعرفش الناس وصلت فيها لايه. اوكي حته ان انا هقدم على ايثيكال كوميتي او اقدم على فند دي حاجه مهمه وكل حاجه، لكن عشان اعمل بابليكيشن لاي ريسيرش انتوا لما هتخشوا النهارده وتبداوا تقروا هتبصوا تلاقوا اكتر حاجه فادتكم هي الانترودكشن اللي الناس كاتباها في الجميع الريسيرشز اللي انتوا هتنزلوها، هي دي اللي حسستكم باهميه الموضوع بتاعكم، وهي دي اللي عرفتكم ان انتوا تبتدوا منين، ما تعملوش شغل دوبليكيتد، وهي دي الحاجه اللي هتخليكم تقدروا تعملوا جاستيفيكيشن للاستدي بتاعكم. تمام؟ فالانترودكشن دي حته مهمه جدا 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 في اي ريسيرش. ما ينفعش ريسيرش يحصل من غير انترودكشن، ما ينفعش. انت كانك بتقدم الموضوع، يعني انت لما بتيجي تتكلم معايا بتقول لي انا فلان الفلاني الطالب في الحته الفلانيه، بتعمل انترودكشن عن نفسك. اوكي؟ لما احنا دلوقتي مثلا شغالين في رابعه وثانيه، فساعات حد يبعت لي على الواتساب هو يا دكتور كذا 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 كذا، اروح قايله له ايه؟ عرفني الاول انت فين؟ انت في انهي حته؟ فالانترودكشن دي بتعرفنا البحث ده تبع انهي حته، وبيمهد اللي بيقرا للنتائج بعد كده اللي انت حضرتك هتوصل لها، لان انت اديته فكره كده مختصره عن الناس التانيه وصلت لحد فين. فالانترودكشن مهم 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 جدا جدا جدا. ها نكمل؟ طيب خلينا نكمل. الجزء الثاني اللي انتوا برضو هتعملوه بايديكوا خلاص، لان بعد كده كل الكلام اللي بعد كده بقى احنا مسهلينه لكم وعاملينه لكم جاهز، هو حته الجول والاوبجكتيفز. طب ليه احنا سايبينكم في حته الانترودكشن والجول والاوبجكتيفز؟ لان كل بحث هيتعمل في الابحاث اللي انتوا هتعملوها دي كلها هيبقى مختلف عن المجموعه الثانيه من حيث الفكره، وبالتالي هيبقى مختلف من حيث الانترودكشن اللي هو هيقدمها ويمهد للفكره بتاعته، ومن حيث الجول والاوبجكتيفز اللي هو عايز يطلع منهم من البحث بتاعه. طيب عايزين احنا نشوف ايه الفرق بين كلمه جول وكلمه اوبجكتيفز. كلمه جول دي اولها كلمه جو. يعني ايه جو دي؟ يعني حضرتك لازم تسرح بخيالك لاقصى هدف ممكن تحققه من البحث بتاعك. لا سوري بقى، مش من البحث بتاعك بس، من كل الابحاث اللي هتتعمل في المجال اللي انت اخترته تشتغل فيه ده. تمام؟ فالجول النهائي لاي ابحاث بتتعمل في الدنيا بتكون عباره عن حاجه من ثلاثه، يا اما ان انا عايزه احسن الصحه بتاعه المواطنين بتوعي او الفئه اللي انا بستخدم عليها، يعني تو امبروف الهيلث، يا اما ان انا عايزه اقلل الموربيديتيز او الامراض المنتشره في الحته دي among الناس دول، يا اما عايزه اقلل المورتاليتيز. دايما دول الثلاث حاجات اللي احنا بنفكر فيهم واحنا بنعمل اي بحث. هدفي النهائي من اي بحث، اي بحث كده، ايه الهدف النهائي؟ ان احنا ننشر ويبقى لينا اسم وناخد فلوس على النشر بتاعنا؟ لا ده مش هدف ميديكالي خالص. امال ايه الهدف النهائي لاي دكتور؟ اي دكتور في الدنيا هدفه النهائي ايه؟ هدفه النهائي يا اما يصلح صحه الناس دي يحسنها، يا اما يقلل الامراض، يا اما يقلل الوفيات. هي دي شغلانتنا في الحياه. تمام؟ البحث بتاعي مش هو الوحيد اللي هيعمل الكلام ده. ده البحث بتاعي مع مجموعه الابحاث كلها اللي بتتعمل في البلد بتاعتنا على نفس الكلام ده. كمان مش بس كده، ده لازم يكون في تعاون بيننا كهيئه مثلا جامعيه مع وزاره الصحه، مع وزاره الزراعه، مع وزاره التموين لو انا بشتغل في حاجه نيوتريشن، عشان الجهات دي كلها بالابحاث اللي بتعملها هدفها هو تحسين صحه المواطن وتقليل الامراض وتقليل الوفيات. فالجول اللي انا بكتبه دي عباره عن برود ستيتمنت، جمله واسعه جدا خلاص، الهدف النهائي اللي انا عايزه اوصل منه لللونج تيرم ايمز اللي انا عايزه اكلمه. طيب امال ايه كلمه اوبجكتيفز دي؟ اوبجكتيفز دي اولها كلمه اوبجكت، واوبجكت دي يعني حاجه ملموسه خلاص. انا ما ينفعش من البحث بتاع حضرتك ده اقول لك اه ده انت حسنت صحه الناس في البلد بتاعنا كلها، لا ما ينفعش. لكن انا الاوبجكتيفز اللي انا بعملها في البحث بتاعي وبكررها عشان انفذها، دي فعلا حاجات ملموسه
انا بقدر اخرج بيها من البحث بتاعي بتكون فعلا اتعملت تمام بتوقيتات معينه وبطريقه معينه. طيب تعالوا نشوف الاوبجكتيفز دي لازم يكون ليها كاركتر بنسميها احنا سمارت. يعني ايه؟ يعني اولا لازم تكون حاجه فعلا سبيسيفيك للموضوع اللي انا بشتغل فيه تمام، وبعدين لازم تكون حاجه ميجربل. اقول ايه؟ انا مثلا هعمل دايت لتو جروبس من الناس، اوكي، فالفئه الاولانيه انا هحط لهم اوبجكتيفز ان انا عايزه ان هم ينزلوا مثلا بمعدل كيلو في الاسبوع، يبقى دي حاجه ميجربل انا حطيتها. لازم تكون حاجه اتشيفبل، اوكي. يعني ايه اتشيفبل؟ يعني ما اجيش اقول انا هخلي الناس دي تخس 10 كيلو في اول اسبوع، لا دي مش حاجه اتشيفبل. لكن حاجه 500 جرام لكيلو دي حاجه اتشيفبل نقدر ان احنا نحققها مع بعض. لازم تكون حاجه ريليفنت، يعني انا مش عشان عايزه اخسس الناس فاقوم اقول لهم ايه احنا هنلبس بقى ملابس واسعه خالص فنقوم كده هيخسينا، دي حاجه ريليفنت خالص للحاجه اللي انا بعملها. ولازم تكون تايم باوند. تعالوا هديكوا اكزامبل على الموضوع اللي احنا اخترناه ونشوف. احنا كنا مختارين حاجه زي النيوتريشنال سيرفيسز وقلنا هنعمل مثلا اليوتيلايزيشن بتاعها. فالجول بتاعي النهائي ايه؟ ان انا عايزه امبروف الهيلث بتاع الناس من خلال ايه؟ ثرو ايه؟ ثرو الحته اللي انا بشتغل عليها دي، ثرو امبروفنج اليوتيلايزيشن بتاع الهيلث سيرفيسز. طيب من قراياتي لقيت ان في مشاكل بتواجه اليوتيلايزيشن، ان الناس تقبل على الايه الهيلث سيرفيسز دي، منها حاجات كتيره. فقررنا ان احنا نبدا نعمل عليها بحث ونشتغل على الايتيمز دي ونشوف اليوتيلايزيشن بتاع الهيلث سيرفيسز بقى شكله ايه. طب ايه الحاجات اللي احنا فكرنا فيها دي بقى السبيسيفيك اوبجكتيفز اللي احنا هنعملها فعلا في البحث ونعمل عليها نتائج تمام. اولا ان احنا هنعمل تريننج للهيلث سيرفيس بروفايدرز، خلاص هندرب الناس اللي هم بيقدموا السيرفيسز دي على السيرفيسز دي بطريقه كويسه، خلاص ثرو ان سيرفيس تريننج. ان سيرفيس تريننج يعني هم في شغلهم، انا مش هطلعهم بره شغلهم، خلاص هديهم كورس لمده 4 اسابيع. انا جبت هنا الاوبجكتيف بتاعي سبيسيفيك ريليفنت للموضوع اللي انا عايزه اشتغل عليه، ميجربل خلاص لاني حطيته اهو بوقت، اوكي، وقلت انا هعمل ايه. لازم كل الاوبجكتيفز تبتدي بفيرب زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه انا هقلل الويتنج تايم في العيادات بتاعه النيوتريشن سيرفيسز دي ل 15 مينتس بس، مش هخلي الراجل عشان يجي ياخد حاجه نيوتريشنال سيرفيسز يفضل قاعد من صباحيه ربنا لحد اخر النهار. طيب انا هانشور افيلابيلتي اوف 90% من الميديكيشن او السبلمنتيشن ده انا محتاجاها عشان احسن النيوتريشنال ستيتس بتاعه الناس دي. انتوا عارفين ان الناس بتيجي دايما في اي مراكز الصحيه اللي هي الوحدات المنتشره على مستوى الجمهوريه دي، اول 3 4 ايام تلاقي الوحدات مدروسه ناس وبقيه الشهر مفيش. ليه؟ عشان هم عارفين ان صرفيه الادويه بتجي لهم مثلا يوم واحد وبتخلص تقريبا على يوم 5، بعد يوم 5 ما تلاقيش واحد خلاص راح الوحده الصحيه. تمام؟ يبقى انا لازم اعمل continuous availability ل 90% تقريبا من الميديكيشن تبقى موجوده طول الشهر. اقلل الكوست لان افوردبل ليفل، حاجه تقدر الناس تدفعها، اوكي. اظبط التايم بتاع العيادات دي بحيث ان هو مثلا اعمل وقت بتاع النهار للستات، وقت بتاع بعد الظهر للرجاله، لان الستات معظم وقتها ممكن تبقى فاضيه الصبح بيبقوا عيالها في المدارس، لكن ما تقدرش تسيبهم بعد الظهر وتنزل الايه الوحدات. الرجاله بالعكس بيشتغلوا بالنهار فمحتاجين ان هم يروحوا الوحدات الصحيه دي بالليل، كويس. فزي ما انتم شايفين كده ان الاوبجكتيفز اللي انا بحددها بتكون حاجه فيري سبيسيفيك ريليفنت للموضوع بتاعي، تكون حاجه اقدر ان انا اقيسها ومربوطه بوقت. طبعا مش كل الحاجات بتبقى مربوطه بوقت، لكن قدر الامكان ان انا لو اقدر اربطها بوقت بيبقى احسن. تمام. طيب يبقى احنا اتكلمنا على ازاي بختار تايتل للموضوع بتاعي، ازاي هكتب اسامي بتاعتي على البحث بتاعي، ازاي هكتب الانترودكشن، ازاي هعمل الجول والاوبجكتيفز. الجول والاوبجكتيفز دي عباره عن مينتال ورك، لكن الانترودكشن والباك جراوند ده عباره عن بحث على النت وقرايات مختلفه.
عشان نخش بعد كده في الجزء المهم قوي بتاع السبجكت والميثودز. عشان الجزء ده مهم وعشان الجزء دوت فيه تشعبات كتيره جدا، فاحنا حاولنا ان احنا نعمل لكم فيها حاجات ستاندرد تكتبوها وتعملوها، بحيث ان احنا طبعا احنا لما بنيجي نعمل بحث بنقعد فيه 7 شهور و8، انتوا الراوند بتاعكم 7 اسابيع، فاستحاله ان انتوا تخلصوا بحث من A to Z. فعلشان كده احنا بنساعدكم بالاجزاء الجايه ديت، بنخليها كده حاجات ستاندرد ابليكابل تقدروا تعملوها عشان تقدروا تخلصوا في الوقت المظبوط. لكن مش كل الريسورسز بتتعمل بنفس الكلام الستاندرد اللي احنا بنقول هنقول عليه دلوقتي ده. الكلام ده معمول عشان يسهل لكم بس ان انتوا ازاي تكتبوا بروتوكول وازاي تعملوا وتخلصوا من الريسيرش في الوقت الزمني القليل ده. طيب عايزين بس نفتكر مع بعض كده، اعتقد دكتوره داليا شرحت لكم امبارح الموضوع ده، حته الاستادي ديزاين بتاعه الريسيرش. لازم عشان اعرف الاستادي ديزاين اللي انا هختارها لازم اسال نفسي اولا سؤال مهم جدا، هل الانفستيجيتور اللي هو انا، اللي هو انا هعمل البحث، هل انا اللي عامله اساينمنت للاكسبوجر ولا ايه؟ ايه كلمه اكسبوجر دي؟ دايما هتلاقوا طول ما احنا ماشيين معاكم في الراوند بنتكلم على اكسبوجر واوتكم، اللي هي هقرب لكم الصوره كلمه ريسك وكلمه اوتكم. يعني مثلا ايه؟ زي ما اقول مثلا الاكسبوجر تو سموكينج واللانج كانسر، زي ما اقول مثلا الاكسبوجر تو سموكينج والبيبتيك ألسر. اوكي، بيبقى في دايما حاجه الناس بتتعرض لها وبعدين تؤدي الى حدوث اوتكم. مش دايما الحاجه اللي الناس بتتعرض لها حاجه وحشه. يعني انا لو جيت واديتكم هيلث اديوكيشن، ده يعتبر ان انا ايام اكسبوزنج الجروب ده للهيلث اديوكيشن. الاوتكم بتاعي ان انا احسن النولج بتاعتكم، ان انا احسن اعمل توعيه للناس تحسن البراكتس بتاعها في حاجه معينه. عشان كده احنا مش بنستخدم في البابليك هيلث كلمه ريسك اند ديزيز، بنستخدم كلمه اكسبوجر اند اوتكم، لان مش دايما الاكسبوجر يبقى وحش ومش دايما الاوتكم يبقى حاجه وحشه. طيب لو انا اللي هعمل الاكسبوجر ده انا كانفستيجيتور، خلاص زي مثلا ما قلت لكم كده، انا هدي هيلث اديوكيشن لجروب عن حاجه معينه وجروب تاني مش هديله، وهشوف النولج اتغيرت في التو جروبس ولا لا، هشوف البراكتس بتاع الناس في الحته اللي انا عملت لهم فيها حاجه توعويه دي اتغير في التو جروبس ولا لا. طب لو انا مثلا دكتور كلينيشن، يعني ممكن ان انا اجرب الدواء الفلاني على ناس فيرسس الريجيم القديم اللي هم ماشيين عليه واشوف النتائج بتاعه الدواء الجديد ده. يبقى انا اللي انا كانفستيجيتور اللي بدي للناس الحاجه دي الاكسبوجر ده. تمام، الفاكسينات دلوقتي كتيره جدا طالعه في الكوفيد، ممكن ان انا اجي ادي للناس الفاكسين الفلاني وادي للناس التانيين الفاكسين العلاني وابدا ان انا اقارن بين نتائج التو فاكسينز دول. يبقى دي بنسميها احنا انترفينشنال ستاديز، عشان انا بعمل انترفينشن في الناس اللي انا بشتغل عليها بصوره ما او باخرى، سواء بهيلث اديوكيشن، سواء بدواء معين، سواء بدايجنوزيس معين جديد عايز اجربه، سواء بفاكسين، سواء باي حاجه بقى ممكن تخطر على بالنا. فالنوع ده من الـ من الـ من الدراسات بنسميه انترفينشنال ستادي. في الناس الكلينيشن بيسموه كلينيكال ترايل. طيب لا انا بقى مش هعمل كده خالص، انا هشوف ناس اوريدي عندهم اكسبوجر وهبدا ادرس الاوتكم بتاعهم. يبقى النوع الثاني من الاستادي دي بنسميها اوبزرفيشنال ستادي، ودي بتنقسم لقسمين كبار. لو انا جاست اي ام اوبزرفنج ناس من غير ما اعمل اي كومباريزون ما بين الجروبس، يبقى انا بعمل ديسكريبتيف ستادي. لا، لو انا هعمل كومباريزون ما بين الجروبس، يبقى انا في عندي 3 تايبس من الاستادي ديزاين. تمام، يا اما كوهورت، لو انا بعمل مثلا بجيب ناس بيدخنوا ناس ما بيدخنوش وابدا ان انا افولو ذيم اب لحد ما اشوف مين هيجي له لان كانسر ومين مش هيجي له، او مين هيجي له بيبتيك ألسر ومين مش هيجي له. اوكي، لو انا بتابع ناس مثلا اوبيز، اوكي، وابدا ان انا اشوف يا ترى مين هيجي له دايابيتس ومين مش هيجي له. اوكي، يبقى انا كده مش انا اللي خليتهم اوبيز، الانفستيجيتور هنا ملوش رول في الريسك ده او ملوش رول في الاكسبوجر ده، الانفستيجيتور جاست جاي له ناس عندهم الريسك وناس ما عندهمش وهو بيفولو ذيم لحد ما يحصل الاوتكم.
الكوز كنترول بقى بعكسها، انا بجيب ناس عندها الاوتكم يعني ناس عندها البيبتيك ألسر وناس ما عندهاش، واروح سألها باكورد ان تايم، يا ترى انت زمان كنت بتدخن وبتدخن كام سيجاره او بتتعرض لدخان سجاير ولا لا؟ يبقى انا ببتدي الدراسه بتاعتي بالعكس، اسمها كيس كنترول، ابتدي بكيس واجيب لهم كنترول يعني ناس ما عندهمش المرض ده واسال باكورد ان تايم، يا اما ان انا اعمل حاجه كروس سيكشنال زي ما كاني باخد سناب شوت كده بالموبايل، ان اجيب ناس عندها بيبتيك ألسر وناس ما عندهاش، انزل كده المجتمع مين عنده بيبتيك ألسر مين ما عندوش، مين كان مين بيدخن مين ما بيدخنش دلوقتي، واروح البيت وابدا اقسمهم. كل واحده من دول طبعا هتاخدوها ان فول ديتيلز مع الدكتوره داليا يعني، وطبعا ما تفوتوش ابدا ابدا محاضرات الاستادي ديزاين دي. طيب احنا في البحث بتاعنا زي ما قلنا هنا اول حاجه اتكلمنا عليها الاستادي ديزاين، هنتكلم تاني حاجه على البوبوليشن بتاعتي. This is the same as in research يعني ايه؟ انا مش فاهمه السؤال يا محمد، ممكن تفتح المايك وتساله لي او تفهمه لي. السلايد اللي فات يا دكتور تقريبا نفس اللي في الريسيرش ده. ايوه ده، ايوه ماشي. ما هو احنا بنعمل ايه؟ ما احنا كلنا بنشتغل على في نفس الاوضه. هو يعني احنا كلنا يعني البروتوكول بيمشي نفس السيستم زي ايوه ما هو البروتوكول ده ما هو الا ستيب نمبر 1 في الريسيرش. تمام شكرا يا دكتور، العفو. طيب تعالوا على البوبوليشن بتاعتنا. البوبوليشن بتاعتنا زي ما قلت لكم كده ان انا لازم اقرر مين هي الفئه المستهدفه بالبحث بتاعي، خلاص. مش بس كده، ده انا ممكن من الفئه المستهدفه دي اعمل لهم كرايتيريا فور انكلوجن عشان يخشوا معايا جوه البحث، وكرايتيريا فور اكسكلوجن. يعني انا عايز اشتغل على عينين دايابيتك، انا مش عايزه كل العينين الدايابيتك، انا عايزه العينين الدايابيتك اللي فوق سن 40 مثلا، مش عايزه اشتغل على ناس عندها جوفينايل دايابيتس. اوكي، يبقى لازم اكتب في البحث بتاعي ان الانكلوجن كرايتيريا الناس الدايابيتك اللي فوق سن 40، او الناس الدايابيتك اللي بياخدوا دواء معين. اوكي، لا انا عايزه بقى اكسكلود ناس دايابيتك بكرايتيريا معينه، اقول انا هاكسكلود الناس الدايابيتك اللي عندها مثلا كوموربيديتيز فلانيه حاجه ثانيه، او الناس الدايابيتك اللي بياخدوا الدواء الفلاني الفلاني، او الناس الدايابيتك وهايبرتنسيف. اوكي، فانا بحدد البوبوليشن وممكن ما سيبهاش مفتوحه، كله طبعا على حسب البحث بتاعي. احدد الانكلوجن او الاكسكلوجن كرايتيريا على حسب انا عايزه الفئه المستهدفه دي بايه السلكشن كرايتيريا بتاعتي. الحاجه المهمه كمان ان انا لازم احدد الناس الدايابيتك دول انا هجيبهم منين؟ هل هروح اجيبهم من الاوت بيشنت كلينيك؟ هل هروح اجيبهم من جوه المستشفى؟ هل هنزل مثلا في حته رورال كده واخبط على كل البيوت واسال مين هم الناس الدايابيتك ولا لا؟ فلازم احدد البوبوليشن مين هم بالكرايتيريا بتاعتهم سواء كانت انكلوجن او اكسكلوجن، ولازم احدد السيتنج انا هجيبهم منين. طيب كويس جدا، يبقى احنا خدنا عرفنا ايه الديزاين اللي انا بقرره في البحث بتاعي، عرفنا البوبوليشن اللي انا برضو بقررها في البحث بتاعي. بعد كده بتكلم الخطوه اللي بعدها على حته السامبلينج. تمام، ردوا عليه، هو احنا في صوت ولا مفيش؟ شغال. طيب تمام. طيب بعد كده بتكلم على السامبلينج. ايه بقى الفرق بين البوبوليشن والسامبلينج؟ البوبوليشن لو انا هشتغل على كل الناس، وده ما بتبقاش ابحاث كتيره قوي تقدر انها تشتغل على كل الناس، فبنضطر ان احنا نلجا ان احنا ناخد سب جروب من البوبوليشن اشتغل عليهم. السب جروب من البوبوليشن اللي انا بشتغل عليها ده لازم بختارهم بطريقه معينه، وبختارهم بعدد معين اللي هو التايب والسايز، ودي برضو هناخدها في محاضره كامله، بحيث ان انا اقدر النتائج اللي انا هطلعها من السامبلنج دي اقدر اعمل لها جنراليزيشن على كل البوبوليشن اللي انا جايبه منهم السامبلنج دول، على البوبوليشن دول مش على الناس اللي جنبهم. يعني انا مثلا هشتغل على الميديكال ستودنتس خلاص في القصر العيني، مش هقدر اخد كل الدفعات، فهنقي شويه جروبس موجوده، الجروبس موجوده من السنه الاولى وسامبلنج من ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته. اوكي، هاخد مثلا من هنا 100 واحد وهنا 100 وهنا 100 وهنا 100 وهنا 100،
بحيث ان انا اقدر بعد كده اجنرالايز النتائج بتاعه سنه اولى على الناس اللي في سنه اولى، والنتائج بتاعه سنه تانية على الناس اللي في سنه تانية، او النتائج بتاعتهم كلهم لو كلهم طالعين شبه بعض على طلبه الطب اللي موجودين عندي في القصر العيني. اوكي، فلازم لو انا هختار سامبلنج، لو هختار سبسيت من البوبوليشن، لازم اقول هاخد السامبلنج دي ازاي وهاخد منها هاو من. طيب بعد كده لازم اتكلم على الحته بتاعه الداتا كولكشن تول. انا خلاص نقيت الناس اللي هشتغل عليها، لازم اكتب بقى الشيت اللي انا هروح املاه من الناس ديت، واللي انا هاخد منهم الكلام ازاي لازم اخده مكتوب في شيت اللي انتوا بتسموه شيت في الـ في الـ في الرمد او في الانف واذن. احنا عندنا هنا بنسميه كويشنير، احنا بنحب هنا دايما نسمي الاسماء كده اسامي ايه مختلفه شويه عن الناس الكلينيشن. طيب لازم اعرف الاول انا هلم الداتا بتاعتي دي ازاي وبانهي طريقه. ممكن اروح الم الداتا من الريكوردز، يعني اروح وحده الاحصاء في القصر العيني يطلعوا لي الشيتات بتاعت العيانين كلهم، واقعد انا كده في اوضه الفيران محبوطه كده بكوبايه الشاي بتاعتي، وابدا اشوف الريكوردز بتاعت العيانين دي ايه البيانات اللي مكتوبه فيها، وانا اقدر اطلع منها ايه بحث. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن اعمل اخد ريبورتس كتب باي سيرفي عمل، اي استقصاء اتعمل مثلا في البلد، وطلع ريبورتس، اخد النتائج بتاعه الريبورتس دي وتساعدني تبقى وسيله اشتغل بيها البحث بتاعي. الطريقه الثالثه ممكن عن طريق الاوبزرفيشن، دي اشهر مثال ليها، مثلا ان انا يبقى معايا تشيك ليست واروح اقعد في اي عياده واشوف مثلا هل الممرضه بتتبع كل الحاجات بتاعه الايتمز بتاعه الانفكشن كنترول وهي بتتعامل مع المريض ولا لا، هل الدكتور بيتتبع كل الحاجات بتاعه الانفكشن كنترول وهو بيتعامل مع المريض ولا لا، وابدا اعلم هو عمل كذا، لبس جوانتي، غير الجوانتي بين العيان والتاني، حطوا الحاجات في الاوتوكلاف، مش عارفه غسل ايده، عمل كذا عمل كذا، ابدا ان انا اعلم من غير ما اتكلم خالص مع الدكتور. الحاجات الموست كومن بقى ان انا اعمل بقى ايه، يا اما ستراكتشرد انترفيو، يعني اجيب الشيت بتاعي ده واقعد قدامي العيان اللي انا هشتغل عليه او الشخص اللي انا هشتغل عليه وابدا اساله اسمك، سنك كذا كذا، بتشتكي من ايه، طب ايه الريسك فاكتورز انت تعرضت لها، طب في حد في العيله عنده كذا، انا بساله وهو بيجاوب. تمام، ودي معظم الحاجات بتتعمل كده. ليه؟ لان احنا عندنا طبعا نسبه اميه كبيره جدا، ما ينفعش ان انت تديهم الشيت وتقول لهم املوه، يا الا مش هيعرفوا يقروا خلاص، يا اما هيرموه، يا اما يعني اللي كويس قوي هيعملوا قرطاس كده يروح يجيب فيه طعميه. اوكي، فاحنا ما بنلجاش لحده السيلف ادمنستريتد كويشنير اللي انا هقول لكم عليه ده غير مع ناس زي حضراتكم كده، زي ما احنا كده عاملين لكم الكويشنيرز موجوده في اي فورم تخشوا تملوها. اوكي، عشان احنا عارفين ان انتوا هتبقوا فاهمين الكلام، وانتوا واصلين لدرجه معينه من العلم والتعلم تقدروا تبقوا فاهمين الكلام اللي احنا كاتبينه، تقدروا تقدروا قيمه الكلام ده وتقدروا ان انتوا تملوه. يبقى انا اشهر حاجه على الاطلاق بلم بيها الداتا هي حكايه الاستراكشرد انترفيو، الا لو انا عندي ناس فعلا متعلمين وعارفه ان هم هيقدروا قيمه الورق اللي انا بعته لهم ده عشان يملوه، او السيرفي اللي انا بعته لهم ده عشان يملوه، فاقدر ساعتها استخدم السيلف ادمنستريتد كويشنير. كل واحد يبقى معاه الورقه بتاعته ويملى لنفسه الايه الحاجه اللي هو بيسال عليها. طيب بعد كده بتيجي مرحله الداتا اناليسيس بلان والداتا برزنتيشن. اوكي، الداتا اناليسيس بلان دي برضو ليها ستيبس طويله جدا هتتعلموها في الكمبيوتر لاب، ان انا بيبقى في عندي كودنج لكل الفاريبلز اللي انا او كل الاسئله اللي انا حطيتها في الشيت، لازم بتتاخد كود معين، وبعدين الكود دي بتخش على الكمبيوتر، وبعدين بنبدا نعمل اناليسيس اكوردنج دي انواع الفاريبلز اللي انا لميتها في البروتوكول بتاعي، بختار statistical test appropriate للvariables دي، بعمل presentation في صورة tables بصورة graphs. خلاص، كل الكلام دوت اسمه الجزء بتاع data management، وده هيخدمكم فيه قوي المحاضرات بتاعة statistics لما بتحضروها، هتفهمكم كويس قوي 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 الحتة بتاعة data management دي. عشان كده بقول لكم احنا البروتوكول ده متشعب جدا، كل محاضراته الاسبوع ده مهم قوي ان احنا نحضرها. طيب حلو قوي، عندنا اي سؤال كده؟ كان حسن سألني ان study design what should we write exactly just type or what.
في الاستادي ديزاين المفروض ان انا بكتب التايب بتاعي، يعني بكتب انا هعمل انترفنشنال ستادي. ما بقعدش اشرح بقى للناس اللي هتقرا يعني ايه انترفنشنال ستادي، لان المفروض ان بيقرا البحث ده فاهم يعني ايه انترفنشنال ستادي. بقول انا هعمل كوهورت، بس بقول بقى هاخد الكوهورت ده الاكسبوجر بيكون ايه والاوت كام اللي انا مستنياه ايه. بقول انا هعمل كيس كنترول ستادي ديزاين، واجي في الحته بتاع البوبوليشن اعرف الكيس واعرف الكنترول. بقول لا انا هعمل كروس سيكشنال زي اللي انتوا هتعملوها معانا في السبع اسابيع دول، تمام؟ فلازم طبعا اكون كاتباه كتايب، ما بكتبش حاجه زياده عن كده. طيب نيجي بعد كده على انكلوجن او اكسكلوجن كرايتيريا. بس ممكن اسال سؤال؟ طب هرد بس على شيباني على وسيم. هو اعتقد انتوا هو بيكتب باسم البلاك بورد، بيكتب باسمكم دايركتلي ولا بيكتب باسم العيله؟ يعني وسيم هو اسمه وسيم ولا اسمه شيباني؟ بيكتب اسم الجد الاول. اسم الجد الاول، انا لاحظت كده برضو. يعني حسن ده هي ميران مش حسن، صح؟ ميران. ايوه. طب حقك عليا انا نسيت فعلا ان هو بيكتب باسم الجد، انا نسيت معلش. طيب احنا عندنا السؤال كان ايه، الانكلوجن والاكسكلوجن يا وسيم. انا لما باجي بعمل مثلا بحث عايز اشتغل على دايابيتيك بيشنتس، خلاص، ومواصفات البحث بتاعي ان انا مثلا عايز اجرب الدواء الفلاني، اوكي، والدواء الفلاني ده في انتر اكشن مع دواء معين من ادويه الدايابيتس اللي العيانين بياخدوها، اوكي. فانا باجي بروح كاتبه في الانكلوجن كريتيريا بتاعتي ان انا هاخد كل العيانين الدايابيتك اللي عندهم الوصفات التاليه، مثلا سنهم فوق ال 40، اللي بيجوا الاوت بيشنت كلينيك، اللي ما عندهمش، اللي بيجوا في الاوت بيشنت كلينيك، اللي بقى لهم دايابيتك مثلا مده 5 سنين، خلاص مش اكتر من كده، او 10 سنين، على حسب انا ايه اللي في دماغي بالظبط ما عايز اعمله من البحث. وبعدين اروح كاتبه في الاكسكلوجن كريتيريا انا هاخد سوري هاكسكلود العيانين اللي بياخدوا الدواء الفلاني ده. ليه؟ علشان الدواء الفلاني ده هيعمل انتر اكشن مع الدواء الجديد اللي انا بجربه، فشيله خالص من الحسبان بتاعتي. اوكي تمام كده يا وسيم. طيب حته الايثيكال كونسيدريشن ديت لازم اعرف فيها شويه بوينتس مهمه قوي، وهتاخدوها برضو في محاضره كامله. يعني انا هنا جايبه لكم سلايد من كل محاضرة كاملة هتاخدوها. في حاجة اسمها Declaration of Helsinki. ايه ده؟ ده عبارة عن وثيقة او اعلان اتعمل اول مرة سنة 64 بعد ما كانت حصلت جرائم حرب كتيرة جدا 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 ضد البشرية في اثناء الحرب العالمية الثانية. كانوا بياخدوا المساجين دول ويبداوا ان هم يعملوا لهم يعملوا عليهم تجارب فظيعه جدا، زي مثلا ينزلوهم في ثلج وبعدين يطلعوهم يحطوهم في ميه سخنه، مش مهم يموتوا، هم بيقيسوا حاجات معينه في الجسم فايتالي، مش مهم العين يموت بعد كده، بس يشوفوا ايه اللي هيحصل. فالناس بدات تتنبه ان في جرائم بتحصل ضد البشريه تحت تايتل ان احنا بنعمل بحث عشان نخدم البشريه بعد كده. فجاه الورد ميديكال اسوسيشن خلاص اتحدوا مع بعض وقعدوا في مدينه اسمها هيلسنكي، وبداوا يكتبوا ايه هي الحاجات اللي شود جايد اي ريسيرشر عشان يعملها في البحث بتاعه من غير ما يعمل اي هارم للناس اللي هو بيشتغل عليه. وكل كام سنه كده يبداوا يحدثوا هذا الموضوع، لحد مثلا كان اخره سنه 2000 وحاجه، مش فاكره 2000 وايه، كان اخر فيرجن دخلوا فيها بقى الكلام الجديد بتاع فكره الاستنساخ وفكره نقل الاعضاء وي 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 وي، بحيث ان انا بالميثاق ده المفروض ان انا ابقى حاميه الناس اللي انا بشتغل عليها ريسيرش، لان الناس مش فيران تجارب. اوكي لو انتوا دخلتوا على النت وكتبتوا ديكليشن في هيلسنكي هيطلع لكم الميثاق بتاعه شيق جدا وجميل جدا في القرايه الحقيقه. فأي بحث بيتعمل لازم يبقى متمشي مع هذه المواثيق. طيب الحاجة الثانية إن أنا أي احتمالية لهارم أو سايد إفكت أو كونسيكونسز تحصل لازم أكون موضحاها للمريض. يعني لو أنا داخلة بعمل له عملية
خلاص لازم ان انا بخش اقول له العمليه دي داخله تبع ريسيرش، لازم ان انا اخش اقول له احنا بنعمل كذا، هنجرب التكنيك كذا، ممكن يحصل منه ضرر كذا وممكن ما يحصلش منه، اوكي، بس الضرر كذا ممكن يبقى اقل، احتماله اقل من انه يحصل لو استخدمنا الطريقه التراديشنال مثلا، تمام. فلازم ابقى شارحه للمريض اللي انا بشتغل عليه او للشخص اللي انا بشتغل عليه ده اي مشكله ممكن تحصل له ويعمل ايه لو حصلت له. الحاجه اللي بعد كده في نقطتين مهمين جدا، في حاجه اسمها البرايفسي وحاجه اسمها الداتا سيفتي او كونفيدنشياليتي، وايه الفرق بين الاثنين لازم نبقى عارفين. اولا البرايفسي دي معناها ان انا وانا باخد وانا بسال العيان على الايتيمز اللي موجوده في الشيت لازم نكون قاعدين في حته لوحدينا، ما اجيش اسال العيان وانا قاعد في وسط بقيه العيانين كده، ما ينفعش. ما اجيش اسال العيان قدام اهله، ما تبقاش مثلا واحده جايبه معاها حماتها واقعد اقول لها طب وانت كذا ايه وانت مش عارفه ايه ايه، واسئله بتبقى طبعا فيري سبيسيفيك وست مش عايزه تقولها قدام حد. فلازم وانا بتكلم مع اي حد عن اي حاجه لازم اكون واخداه في حته برايفت انا وهو بس، محدش يسمعنا غير كده، ده المقصود بيها البرايفسي. اما الكونفيدنشياليتي دي مقصود بيها ان انا مؤتمنه على الداتا اللي انا بلمها من العيان اللي هي سريه المعلومات بتاعته، ما ينفعش اي حد يطلع عليها، ما ينفعش اروح اديها لواحده زميلتي تشتغل بيها بحث تاني، ما ينفعش اطلعها لاي جهه، والبيانات بتاعت العينين عمرها ما بتطلع لاي حد الا بقرار من وكيل نيابه عشان مثلا في مشكله كبيره حصلت فلازم يطلعوا على البيانات بتاعت العيانين. فبيانات العيانين دي اسمها الكونفيدنشياليتي، دي خاصه بسريه البيانات. اما البرايفسي دي خاصه بان احنا نبقى قاعدين مع بعض بنتكلم في مكان مغلق، محدش فينا، محدش قصدي غيرنا يبقى سامع الكلام دوت. طيب في حاجه كمان مهمه انا نسيت اكتبها في الايثيكال كونسيدريشن، هي حته الانفورمد كونسنت، ان لازم العيان يوقع اللي هي الموافقه المستنيره، لازم يبقى انا مفهماه فكره البحث بتاعي ايه، مفهماه اي هارم ممكن يحصل له ايه، سايبه له كونتاكت نمبر بتاعي عشان يتصل بيا لو حصل اي مشكله، كاتبه لو في اي كومبنسيشن اكون كاتباها، كان ده عقد بيني وبين المريض قبل ما يخش في البحث، والمريض يمضي لي على الانفورمد كونسنت ده عشان ما يجيش بعد كده يقاضيني، دي حاجة مهمة جدا جدا في أي بحث. طيب في بعد كده الحتة بتاعت التايم بلان اللي أنا لازم أكون كاتباها، فاكرين لما قلت لكم إحنا ممكن نقعد نتخانق بعد شوية مين المفروض يعمل إيه وإمتى وتأخر ولا لأ، فأنا بكون عاملة الجدول ده، بكون كاتبة فيه كل الأكتيفيتيز اللي المفروض تتعمل، تمام؟ وبكون كاتبة فيها مين اللي المفروض يعمل الأكتيفيتي دي والمفروض يخلصها في انهي فتره بالظبط. زي ما انتم شايفين مثلا الحته دي بتاع ميتنج وذ ذا كلينيكال ستاف هنعملها كلنا في اول اسبوع اهو من يناير، اوكي، عشان بعد كده نبدا نخش مثلا على مرحله الكوشنير هيعملها ريسيرشر الفلاني باسمه في الاسبوعين التانيين من يناير، هيجي بعد كده التريننج بتاع الفيلد وركرز دي والبايلوت ستادي هنعملها في الاسبوع الاخير من يناير، اند سو اون، لحد ما ابقى حاطه كاني حاطه خطه كاملة البحث ده هيبتدي امتى هينتهي امتى بالاسابيع بالشهور، زي ما احنا شايفين الرول بتاع كل واحد مكتوب ومكتوب الرول بتاعه ده هيتعمل امتى. طيب كويس جدا، نيجي بعد كده للحتة بتاعة الريفرنسز. استأذنكم ثانية بس اجيب الشاحن، ثانية واحدة. طيب تعالوا بقى نقول الحته بتاعت الريفرنسز دي، ويا ريت نتعلمها هنا مع بعض لان دي حته مهمه جدا جدا جدا، وكتير مننا لحد ما بيتخرجوا ويعملوا ابحاث يبقوا مش عارفين يكتبوا الريفرنسز ازاي. طيب الريفرنسز دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المراجع اللي انا استخدمتها علشان خاطر اكتب منها الحته بتاعت الانترودكشن بتاعت البحث بتاعي. يعني الحته بتاعت الانترودكشن دي غير مسموح ان انا احط فيها افكاري الشخصيه. الحته بتاعت الانترودكشن دي انا بقول الناس وصلت لفين في البحث اللي انا بعمله ده. طيب ازاي بكتب الريفرنسز؟ عندي طريقتين، في طريقه اسمها هارفارد وفي طريقه اسمها فانكوفر، تمام؟ ايه الفرق بينهم؟ اولا لازم نبقى عارفين ان انا بكتب الريفرنسز في حتتين في البيبر بتاعتي. الحته الاولانيه في الانترودكشن بكتبه جاست ان انا بمنشن النيمز بتاعت الناس اللي عملت البحث بس والسنه اللي اتعمل فيها البحث،
والحتة التانية اللي بيكتب فيها in full details هو تحت title of references اللي أنا إيه بكتب منها بقى in full detail المراجع اللي أنا استخدمتها. طيب تعالوا نشوف الطريقة بتاعت هارفارد دي بتكتب إزاي. هارفارد دي أنا قلت أكتب الأول يا إما هذكر أسامي الناس جوه الانترودكشن وبعد كده هرجع أكتب أيوة اللي هي السيتيشن وبعد كده هرجع أكتب في الآخر خالص الديتيلز. طيب ممكن إن أنا لما أجي أكتب باراجراف في الانترودكشن بتاعي أبتدي بأسامي الناس أهو according to فلان وفلان سنة كذا تك 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 وكمل بقية الباراجراف خلاص. أو ممكن برضه أبتدي بيه بس أعمل سبليتنج يعني أكتب الأسامي هنا وأقول إن هم قالوا كذا وكذا 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 وفي آخر الباراجراف أحط السنة. أو ممكن أكتب الباراجراف كامل خالص وفي الآخر أروح حاطط أسامي الناس والسنة زي ما إحنا عاملين كده خلاص. ده فين الحتة دي تتكتب؟ ده وأنا بكتب الانترودكشن بتاعي وأنا بقول إن فلان الفلاني عمل كذا وكذا وكذا ولقى كذا 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 وفلان الفلاني عمل كذا كذا ولقى كذا 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 في الانترودكشن. بكتب بس أسامي الناس والسنة اللي هم عملوا فيها البحث بتاعهم. وبعدين اجي في الاخر اروح رايح في الحته بتاعه الريفرنسز دي واروح عامله ارنجمنت الاسامي الناس الفابيتيكال زي ما انتم شايفين كده. لسه هقول يا احمد اصبر عليا لسه هقول. احنا دلوقتي بنتكلم في الطريقه بتاعه هارفارد خلاص. يبقى هارفارد ستايل دي بتعتمد ان انا وانا بكتب الانترودكشن بتاعه البحث بتاعي احط الاسامي بتاعه الناس اللي انا استخدمتها كمراجع الاسامي والسنه واروح جايه في الاخر في اخر البيبر وانا بكتب الريفرنسز اروح مرتبه الناس دول الفابيتيكال زي ما انتم شايفين كده خلاص. يعني انا في البحث هنا اللي هو يبتدي الراجل ده اللي هو اسمه ماكشين ده خلاص هاجي المفروض اجي في الحته بتاعت الريفرنسز بتاعتي واروح مقلبه لحد ما اوصل لحرف الام هلاقيه موجود. اوكي طيب امال الطريقه الثانيه اللي هي بتاعت الفانكوفر بقى. الفانكوفر ده بقى اسهل بكتير. يقول لك لا انا مش انا هكتب الباراجراف هو اللي انا نقلته من البحث اللي انا المرجع اللي انا استخدمته واروح حاطط الرقم. الرقم ده عباره عن ايه؟ يعني انا الباراجراف الاولاني كتبته اروح حاطه جنبيه ده رقم واحد. الباراجراف الثاني احط رقم اثنين. الباراجراف الثالث احط رقم ثلاثه. وبعد كده اجي في الاخر خالص في الحته بتاعه الريفرنس دي اروح قايله بقى إن رقم واحد ده كان فلان وفلان وفلان، رقم اتنين دول كانوا فلان وفلان وفلان، رقم تلاتة ده كان فلان وفلان وفلان. طب قدروا إن أنا بكتب في الانترودكشن الباراجراف الأولاني واحد والتاني اتنين والتالت تلاتة، وجيت في الباراجراف الرابع ده هرجع أخده من رقم واحد برضو. إحنا هنسمي مثلا رقم واحد ده مثلا أحمد ورقم اتنين ده ميران عشان ما تزعلش ورقم تلاتة ده إيمان. فانا خدت الباراجراف الاولاني من احمد والباراجراف الثاني من ميران والباراجراف الثالث من ايمان والباراجراف الرابع ده هرجع عايزه اخده من احمد. ما اكتبش بقى 4 اكتب 1 اكتب ان انا جايباه من هو 1 اللي هو احمد ده. وهاجي بقى هنا في الاخر في الريفرنس ليست اروح قايله له والله رقم واحد ده كان احمد واصحابه اللي عملوا بحث كذا 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 بالتفصيله الفلانيه ورقم اثنين دي كانت ميران وفلان معاها اشترك وكذا 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 ورقم ثلاثة دي كانت إيمان وهكذا. أوكي؟ أنا أفضل إن أنتوا وأنتوا بتكتبوا البروتوكولات بتاعتكم تستخدموا الفانكوفر ده لأنه بيبقى أسهل. بس في الآخر برضو هترجع لرؤية الدكتور اللي هو موجود معاكم. طب إحنا مين بيحددنا في أي بحث إحنا بنعمله؟ اللي بيحددنا في البحث اللي إحنا بنعمله الجهة اللي إحنا هننشر فيها. قبل ما بننشر بنروح داخلين عليها بنلاقي المواصفات بتاعتنا يقول لك المجله بتاعتي دي لان طبعا المجله بتبقى عايزه كل الابحاث اللي منشوره فيها مكتوبه بطريقه واحده فتقول لك احنا بنستخدم هارفارد لا احنا بنستخدم فانكوفر. فاروح انا مغيره الابحاث بتاعي لو انا كاتباه مثلا بالاسامي اروح قلباه الارقام لو انا كاتباه ارقام اروح قلباه الى اسامي. طيب احنا قلنا خلاص في التكست نفسه في الانترودكشن نفسه يا اما هكتب ارقام والارقام دي انا ابقى عارفه كل رقم ده البحث انهي يا اما ان انا هكتب يا اما ان انا هكتبه في صوره ايه اسامي. في طرق كتيره احنا هنا بنحاول نسهل عليكم ونديكم اشهر حاجات تمام. ازاي بقى هكتب الريفرنس؟ خلوا بالكم بقى من السلايد دي مهمه جدا. اول حاجه بروح جايه واخده اخر اسم مكتوب يعني لو انا مثلا كاتبه ايمان طاهر خلاص عند داليا احمد اروح واخده اسمي الاخير اللي انا كاتباه اروح كاتبه طاهر اي
and داليا احمد، اروح كاتبه احمد دي، يبقى انا بكتب اللاست نيم اللي الناس كاتبينه على البحث بتاعهم مع الانيشيالز بتاع اسمه او اسم ابوه. انا حاطه هنا ابحاث اوريدي هوريها لكم في الاخر، في اخر خمس دقائق هوريكم نكتبها ازاي. يبقى انا باخد اسم اخر، يعني اول واحد مكتوب على البحث بيبقى كاتب اسمه يا اتنين يا تلاتة، هاخد اخر اسم فيهم ابدا بيه واحط بعد كده اسمه في صوره انيشيالز هو واسم ابوه. خلاص، فهنا عندنا اهو الراجل ده والراجل ده والراجل ده. وبعدين بحط نقطه مهمه قوي البانكتويشن ان احنا نراعيها وانا بكتب الريفرنس. وبعد كده بروح داخله كاتبه التايتل بتاعه الارتكل بتاعته دي، بتاعه البيبر اللي انا نزلتها بتاعته دي. الناس دول عاملين ايه؟ عاملين انترافينوس باراستامول ان بيدياتريكس ا جلوبال بيرسبكتيف، ده عنوان التايتل بتاعهم. وبعدين احط نقطه، وبعدين اروح كاتب اسم المجله اللي اتنشر فيها البحث ده، منشور البحث ده فين؟ في اناثيزيا بين اند انتنسيف كير، ده اسم المجله. ونلاحظ دايما ان اسم المجله بيتكتب كده كابيتال الحروف الاولانيه بتاعته، وانا ما بكتبهوش بمزاجي، هو انا بجيبه من المجله نفسها بتبقى كاتبه اسمها، باخد نفس الاسم اللي المجله كاتبه بيه. وبعدين بروح حاطه التاريخ او السنه اللي هي المجله دي اصدرت فيها. وبعد كده اروح او البيبر دي اتنشرت فيها، سوري مش المجله اصدرت، لا تختلف، البيبر دي اتنشرت فيها. وبعدين اروح حاطه السيمي كولون اللي انتم شايفينها دي، تمام، واروح كاتبه الفوليوم بتاع المجله والايشو دي. طبعا كل ده بيبقى بيانات مكتوبه على البيبر نفسها، هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. وبعد كده بروح حاطه الكولون بقى النقطتين اللي فوق بعض، واروح كاتبه الستارتنج بيجز بتاعه البيبر اللي انا خدتها كمرجع دي، والاند بيج. الاند بيج طبعا هنا فور مش معناها من صفحة 314 لصفحة 4، لا معناها لصفحة 314، تمام. تعالوا ناخد اكزامبل تاني ونطبق عليه. ادي هنا كاتبين هما، بس الاكزامبل ده فيه غلطات. احنا كاتبين هنا ايه؟ ادي اسم اخر واحد، اخر اسم يعني في اسم الشخص، وبعد كده ادي الانيشيالز بتاعته اهي. وبعدين من حقي ان انا ممكن احط السنة في الاول، اوكي، ما اعملهاش ان انا احطها في الاخر، ده من حقي مفيش مشكلة. وبعد كده اروح كاتبه التايتل اوف ذا ارتكل. بصوا هنا الغلطه ايه؟ حاطين ايه؟ ده هنا ايجنج اوف ذا ميموري اكوجنيتيف ابروتش، ده لسه تكمله الاسم. وبعد كده اروح حاطه نقطه. وبعدين اروح كاتبه التايتل بتاع الجورنال اهو، كانديان جورنال اوف سايكايتري. المفروض ان انا بعد كده اروح كاتبه السنه، ما كتبتهاش، بحط كوما، بحط ادي الفوليوم وادي الايشو، والمفروض هنا يبقى في نقطتين، وادي الستارت بيج والاند بيج. طيب لو انا نقله مثلا من كتاب، لو انا نقله من كتاب، هو ده انتوا مش هتقابلوه لان انتوا طبعا هتجيبوا الحاجات بتاعتكم من النت، بس لو انا نقله من كتاب بكتب برضو اسامي الاوثرز، وادي السنه احطها برضو في الاول او في الاخر من حقي الاثنين، بكتب البوك تايتل، بكتب ده انهي اديشن لان ساعات البوكس بينزل منها كذا فيرجن، بكتب الببلشر اللي هي الجهه اللي نشرت هذا الكتاب، والمكان بتاع الببليكيشن، اوكي. وبرضو المفروض ان انا بحط هنا الستارتنج بيج والاند بيج. طيب لو انا بقى هكتب من اونلاين زي اللي حضراتكم هتعملوه، انا منزله البيبرز دي من الاونلاين، هعمل ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الاول برضو، اسامي الناس، وبعد كده السنه في الاول او في الاخر مش فارقه، وبعد كده ادي اسم البيبر اهي اللي معموله باللون الروز ده، وبعد كده ادي الاسم بتاع المجله اللي هما ناشرين فيها، وادي الفوليوم، وادي النمبر، وادي الصفحات. ولكن بزود هنا بقى ده بقى اللي بيقول لي ان انا البيبر دي جايباها من النت. ايه ده بقى؟ ده بقى يا اما حاجه اسمها الدي او اي، يا اما اجيب اليو ار ال بتاع المجله دي. الدي او اي ده اللي هو زي البطاقه الشخصيه بتاعه كل بيبر منشوره. مفيش دي او اي زي الثانيه على وجه الارض، لان مفيش بطاقه شخصيه، بطاقه شخصيه زي الثانيه على وجه الارض، لا مفيش. فالدي او اي ده كانه الاي دي بتاعت البيبر دي، لما ادوس عليه واعمل كليك يدخلني على البيبر دي على طول. امال لو في بيبر ملهاش الدي او اي ديت، اروح واخده اليو ار ال اللي هو العنوان بتاعها اللي من فوق، عارفين اللي هو بيبقى موجود في البراوزر من فوق ده، اروح واخداه كوبي وبيست، واقول ان انا البيبر دي ريترايفد من الموقع الفلاني، اليو ار ال، اليو ار ال ده بيدخلني على السايت نفسه اللي هلاقي عليه البيبر، لكن الدي او اي دي بتدخلني دايركتلي على البيبر.
فبالتالي اليو ار ال ده ممكن يتغير، لكن الدي او اي ما بتتغيرش. الدي او اي ده طبعا نظام مستحدث، فمش هتلاقوا ممكن البيبرز القديمه شويه مش هنلاقي فيها الدي او اي، فساعتها اخد كوبي بيست من اليو ار ال اللي طالع لي فوق في الخانه بتاعه الايه البراوزر بتاعي. تمام. وفي هنا حاجه ناقصه لازم ان انا اكتبها، لازم اقول ان البيبر دي انا دخلت وجبت منها المعلومات، يعني اقول اكسس امتى، مثلا في ابريل سنه 2021، في ماي 2021، يعني الشهر والتاريخ اللي انا دخلت فيه جبت منه المعلومات من البيبر دي لازم احطه كمان واكمل بيه كتابه الريفرنس. يبقى كتابه الريفرنس بتاعتي بيكون فيها اسامي الناس، يكون فيها الاسامي اسم البيبر، يكون فيها اسم المجله، بعد كده يكون فيها السنه اللي اتنشرت فيها، اتنشرت في انهي فوليوم، في انهي ايشو، اتنشرت من صفحه كام لصفحه كام. لو انا جايباها من على النت وليها دي او اي بحطه، لو انا جايباها من على النت وملهاش دي او اي بكتب اليو ار ال بتاعها، وبعدين اقول دي اكسسد، يعني انا دخلت جبت المعلومات في انهي توقيت بالظبط. تمام. طيب فاضل عندنا اخر حاجه قبل بقى ما نخش انتوا هتعملوا ايه، عشان انا عارفه ان كلكم مستنيين احنا هنعمل ايه بعد الهصه دي كلها. عندنا اللي هي الانكس. الانكس دي اللي هي بتبقى الملحقات اللي انا بحطها في نهايه البيبر بتاعتي. ممكن يبقى فيها ايه؟ ممكن يبقى فيها الكوشنير اللي انا استخدمته، ممكن يبقى فيها الانفورمد كونسنت اللي انا مضيت عليه العيان، ممكن يبقى فيها الايثيكال ابروفال اللي انا خدته من الجهه اللي انا بشتغل عليها. طيب دي بقى السؤال ده جالهم المره دي في الاوسبي، اللي هو قال لهم البروتوكول بيفترق ايه عن الفاينل ريبورت او الفاينل بيبر. دي البوينتس اللي هي بتتكتب في نهايه الفاينل بيبر. ايه البوينتس دي؟ اول حاجه ابستراكت، ان انا بدي كده نص صفحه فيما لا يزيد عن 250 ل 300 كلمه شرح لكل الحاجات اللي انا بغطيتها في البروتوكول في البحث بتاعي. بكتب ثلاث سطور انترودكشن، بكتب ثلاث سطور ميثودولوجي، بكتب اربع خمس سطور عن الريزلتس، بكتب الكونكلوجن ريكومنديشن سطر ونص فيما لا يتخطى 250-300 كلمه. تمام. لان هي دي الحاجه اللي بتظهر لي اول ما اخش في اي بيبر، هلاقي اول حاجه مكتوب فيها الابستراكت. بكتب الميثودولوجي بالتفصيل المميت، واذا كانت قابلتني اي ليميتيشن حصلت اروح حطاها. الليميتيشن دي انا ما ببقاش متخيلاها وانا قاعده بكتب البروتوكول، لكن لما انزل على على ارض الواقع ممكن يقابلني كذا حاجه تعطل لي حدوث الافكار اللي انا كنت عايزه اعملها بطريقه ما، فاضطر اموديفاي، فدي اسمها ليميتيشن. دي ما ببقاش عارفاها وانا بكتب البروتوكول. تتكتب فين؟ تتكتب في الفاينل بيبر بتاعتي. بكتب النتائج بقى اللي انا وصلت لها، اللي انا عملتها الفعليه، اللي انا حللت لها وطلعت لها جرافس وطلعت لها تيبلز، دي بتتكتب برضو في البيبر. بكتب حته احنا عافيناكم منها عشان دي بتبقى تايم كونسيومنج قوي، اللي هي عباره عن الدسكشن، اللي هي كل الناس تعتبرها اصعب حته في البيبر. الدسكشن ده انا بناقش ايه؟ انا بناقش نتائجي مع نتائج الناس التانيين. يعني بقعد اقول انا وصلت مثلا ان البريفالنس بتاع المرض دوت عندي في مصر كذا، طب فلان بيقول ان البريفالنس ده قليل، فلان التاني بيقول ان البريفالنس ده عالي، لازم ابدا افكر هو ليه انا اختلفت عن الناس التانيين. دي الحته دي الحقيقه بتبقى صعبه جدا، ودي بنقعد نعيد فيها كتير قوي في كتابه اي بيبر، اللي هي الجزء بتاع الدسكشن. انا اتفقت في نتائجي مع فلان وعلان، انا اختلفت في نتائجي مع فلان وعلان، طب ادام اختلفنا لازم اكتب له مبرر احنا اختلفنا ليه. واخر حاجه اللي هي الكونكلوجن اند ريكومنديشن. اوكي، كان جاي لهم بقى المره دي البروتوكول يختلف تقريبا عن البيبر، او البيبر تختلف عن البروتوكول في ان ما فيهاش، يعني كانت حاجه زي كده، كان حاطط لهم حاجه من دي ان البروتوكول ما فيهوش مثلا ابستراكت، ما فيهوش ديسكشن، ما فيهوش كونكلوجن، وكان سايب لهم ان هو فيه انترودكشن، اساس ان هي دي تبقى الاجابه الصح. تمام. فده الفرق بين ان انا بعمل بروتوكول وبان انا اسلم بيبر جاهزه للنشر. تمام. طيب عندنا اي سؤال بقى؟ عشان عايزين نشوف بقى احنا بقى عمليا هنعمل ايه في هذا الاسبوع وهنتقسم ازاي. عندنا اي سؤال نجاوبه بسرعه عشان الوقت بيجري مننا؟ دكتوره ماشي، بس بعد اذن حضرتك، يعني بالنسبه للفاينل ريبورت، هو أيوة. دلوقتي مش هو ده اصلا الريسيرش اصلا، يعني امال اللي فات ده كان ايه؟ ما يعني ما هو الريسيرش اللي احنا مثلا بنكتبه الابستراكت والديسكشن والكونكلوجن في الاخر. طيب
ايه يعني اللي فات اللي احنا قعدنا نحكي فيه ده اللي احنا قعدنا نحكي فيه ده. طيب اي بحث في الدنيا عشان يتعمل خلاص بيمر بمرحلتين. مرحله طيب انتوا هنفترض ان احنا عايزين نعمل تمثيليه ماشي مسلسل خلاص، هل بيروحوا المخرج جايب الناس ومقعدهم ويقعدوا هم قاعدين يرتجلوا في الكلام ويكتبوه وبعدين يقولوا اه ده ينفع وده ما ينفعش وبعدين يقوموا يصوروه، ولا بيبقى في واحد ألف القصة الأول وبعد كده بيديها للمنتج والمخرج عشان ينفذوها على أرض الواقع؟ تمام، بيبقى في سكريبت الأول. تمام، حلو قوي، بالظبط كده. احنا بالظبط زي اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، قبل ما بنزل واروح اخش اغوص في البحث لازم اكتب حتة الأولانية دي اللي هي اسمها البروتوكول، اللي هي الأفكار اللي أنا عايز أعملها، عايز أعملها خلاص، وبعد كده أنزل أنفذ البحث بتاعي وأرجع أكمله بالنتائج اللي أنا طلعت بيها بقى من البحث خلاص. أرجع أكمله بأن أنا لا أنا محتاجة أغير في الميثودولوجي، لأن أنا لما نزلت على أرض الواقع لقيت الحاجة اللي أنا كنت عايز أعملها دي ما نفعتش، فاضطريت أغيرها. اضطريت أغيرها دي ما بكتشفهاش غير لما أكون نزلت خلاص بنفذ في البحث. اوكي، فاي بحث في الدنيا بيمر بمرحلتين، مرحله ما قبل التنفيذ اللي هي مرحله البروتوكول، والمرحله اللي هي بعد التنفيذ اللي هي كتابه البيبر الفاينل. تمام يا دكتور، وكمان هي البروتوكول ده بيحفظ الفكره. ايوه، انت مش حد يبدا معاك الفكره انت في نفس الوقت غير ما تخلصها الاول. بالظبط، البروتوكول ده اكبر ضمان ان ما حدش يسرق الفكره بتاعتك، ان انت اللي سجلتها في الاول، وبالذات بالنسبه للحاجات الجديده. طيب دي حاجه مهمه جدا فعلا بالنسبه للبروتوكول. هو دلوقتي حضرتك يعني اللي هو بالنسبه للابستراكت هو هو نفس الانتدكشن. اكتبي طب سؤالك عشان الصوت فيه ريزونانس جامد قوي. الموضوع ده بيجي لنا نظري، الموضوع ده مش هيجي لكم في النظري عشان ما تقعدوش تحفظوا التفاصيل. كل التفاصيل اللي انا اديتها دي عشان وانتوا بتيجوا تكتبوا تبقوا عارفين بتكتبوا على اي ساينتفك بيز. الانترودكشن يا ميران هو هو ما بيتغيرش، هنبتدي نغير من اول، والجول والاوبجكتيفز ما بيتغيرش على فكره. ما ينفعش بعد ما اعمل البحث ارجع في كلامي واقول لا انا هغير الاوبجكتيفز بتاعتي. يعني الحته بتاعت الانترودكشن والجول والاوبجكتيفز دي ثابته في البروتوكول، ثابته في البيبر، ما ينفعش اغيرها. لكن ببدا اغير من فين؟ ممكن اغير في الميثودولوجي نتيجه لعواقب قابلتني وانا بنفذ. ابدا بقى احط وقات بقى ايه النتائج بتاعتي والديسكشن بتاعه النتائج والكونكلوجن والريكومنديشن. ايه اللي يجبر المريض يا فاطمه؟ ما هو مش كل الابحاث اللي بتتعمل بيكون فيها ريسك وهارم. لا، في ناس كتيره جدا بتحب تشارك في الابحاث دي، لان في الاخر احنا بنبقى فاهمينه ان البحث ده الهدف منه في الاخر هو ان احنا نحسن صحه المواطن، هو ان احنا نقلل الامراض اللي بتجيلهم، هو ان احنا نقلل الوفيات. فالناس مفيش حاجه تجبره، لكن دي بتبقى حاجه يعني مفيش مشكله ان انا اشترك معاك في البحث واخد كمان اشترك معاك في ثواب ان انا اعمل الحاجات دي، لكن مفيش اجبار. عشان كده اسمه ايه الابحاث اللي بتتعمل على الناس دي كومبليتلي اوبليجاتوري، احنا عايزين او مش عايزين براحتك. يعني انا باخد دايما، حتى بنكتب في البوبوليشن او في السامبلينج، الناس اللي وافقت انها تشترك معايا هي دي اللي انا هعمل عليها البحث. فما فيش حاجه، ما فيش حاجه. هو شخصيا ممكن يستفيد ايه؟ ممكن يستفيد ان انا لما احسن له الخدمه في المكان اللي هو بيجي فيه وبيتردد عليه بعد البحث بتاعي، هيجي يلاقي ايه المكان ده توضب وتظبط، والدكاتره بقوا مور تريند بناء على البحث اللي هو اشترك فيه، او يبقى فيه هدف بعيد بقى اللي احنا قلناه، وممكن البحث يكون فيه علاج. برافو يا ابراهيم. خلاص دكتور، الحته بتاعت الهارم يا ميران، طبعا اي حاجه هتسبب هارم. على فكره الادويه لو احنا جينا اتكلمنا بقى ايثيكالي، اي دواء انا بديه لاي عيان، حتى الادويه حتى البنادول، لازم هيكون في سايد افكت، وسايد افكت از ا هارم. حلو، بس لما اجي مثلا اقول ايه، انا هدي العيان بروفين ولا هدي له بنادول، ده في هارم كذا وكذا وكذا، وده في هارم كذا، يبقى انهي اللي احسن ان انا اديهوله؟ لان انا مضطره، انا مضطره اديله دواء. اوكي، لا يبقى ندي مثلا بنادول لانه اخف شويه، لانه ما بيعملش تاثير على المعده غير البروفين. اوكي، فاي حاجه احنا بنعتمد اي حاجه في الطب بتديها سواء كانت علاج
او ممكن مثلا وانا بعمل دياجنوزس للعيان انا ممكن عشان اعمل دياجنوزس ما انا بشكه بابره، ما هي الشكه دي بتعتبر هارم، بس انا بشكه بابره عشان في الاخر هلاقي فيه بنفيتس. بس انا اقصد اللي هو في في اللي هو اسمه هلسنكي، هو أيوة. هلسنكي ما بيحددش الحاجات دي يعني عادي ان هو اي حاجه عادي. هلسنكي ده كبير جدا 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 محدد دايما، بس مش قايل ان الحاجات دي يعني الهارم عامل له ليميتس يعني برضو مفتوحه شويه مش كده. ايوه في حاجات وفي بصوا احنا في عندنا ميزان، لما تيجوا تاخدوا محاضره الاتكس هتلاقوا انا في عندي ميزان، الميزان ده دايما بيوزن الهارم فيرسس البينيفيتس. لو انا عندي كفه البينيفيتس ترجح عن كفه الهارم يبقى انا بضطر اعمل الهارم ده عشان اخد البينيفيتس الكبيره دي، زي ما انا بشك العيان عشان خاطر اشخصه واديله الدواء مظبوط، زي ما انا بديله علاج العلاج ده فيه سايد افكت وفيه هارم عليه بس عشان اخففه من المرض البعبع الكبير اللي عنده. لو كفه البينيفيتس دي بدات ان هي تعلى بحيث ان كفه الهارم نزلت عن كفه البينيفيتس يبقى ممنوع ان انا اعمل هذا البحث تماما. تمام. طيب انا عايزه بس عشان الوقت ما يسرقناش خلينا بقى نقول احنا هنعمل ايه عشان انتوا لسه ما عرفتوش هتعملوا ايه، وبعدين لو في وقت ان شاء الله نبدا نتكلم. ده البروتوكول تامبلت اللي هتلاقوه موجود عندكم في الكتاب بتاعكم فيه كل البوينت اللي احنا شرحناها. طبعا احنا الاول كنا بنخلي الطلبه يكتبوه كتابه وبعدين نيجي في الـ في الـ في السيشنز ونبدا ان احنا نقراه ونعرضه على الباقيين ونتكلم فيه ونعدله. لقينا بقى بعد شويه كده ان احنا لو ما كتبناهوش كتابه في ورق وعملناه برزنتيشن بيبقى الكلام معروض قدام الطلبه كلهم وقدام الدكتور غير ما هو بيبقى مقري ومسموع بس، فالتصليح فيه بيبقى اسهل، وفي نفس الوقت ان البرزنتيشن دي تبقى النيوكلياس اللي بتكملوا عليها البرزنتيشن بتاعه الراوند. ان اديشن بقى ان انا لو قلبت ات اني تايم السيشنز اونلاين فالبرزنتيشن هي اللي هتسعفنا في الايه في الوقت الحالي. فاحنا هنعمل الحاجات البروتوكول اللي هنحضره للسيشن الجاي في صورة برزنتيشن، دي أول حاجة. بس أنا هقدر أستعين بإيه؟ هقدر أستعين بالتايتلز دي اللي موجودة أو تستعينوا بالمحاضرة اللي أنا هبعتها لكم بإذن الله. طيب دي التوبكس اللي الستاف اللي هيشتغل معاكم حددها لكم عشان تكتبوا فيها عشان برضو متقعدوش تلفوا كتير وتخرجوا برا الموضوع. صوروا بقى دي مهمة جدا 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 عشان كل جروب يبقى عارف إيه هو باب الشقة أو باب العمارة اللي هيخشها. جروب 1 هيشتغل في حاجه ريليتد للنيوتريشن، وجروب 2 هيشتغل في حاجه ريليتد لفيزيكال اكتيفيتي، وجروب 3 هيشتغل في الستريس كوبينج، جروب 4 هيشتغل في حاجه نيوتريشن برضو، وجروب 5 هيشتغل في حاجه ستريس كوبينج، وجروب 6 هيشتغل في حاجه نيوتريشن، جروب 7 هيشتغل في حاجه نيوتريشن واوبيزيتي، وجروب 8 هيشتغل في ستريس كوبينج. خلاص انا لسه هقول يا فاطمه وهرد عليكي حالا. طيب هما كده ادوني العنوان بتاع باب العمارة او باب الشقة، انا عايزة اجيب الفكرة اللي انا هشتغلها من جوه. طب ازاي اجيب فكرة؟ طبعا احنا ممكن واحنا قاعدين تطق في دماغنا اي فكرة، الكلام ده كان ابليكابل ان احنا نسيبه طق في دماغكم اي فكرة وتكتبه على اساسها بروتوكول لو احنا مش ليميتد في الراوند، لكن حتة فكرة الوقت دي مخليانا نخليكم ليميتد لافكار معينة. طب هجيب الافكار منين؟ هجيب الافكار بتاعتي في الموضوع اللي انا هشتغل عليه جايدد بالاسئله اللي موجوده في الاي فورم اللي انا هخش املاه. يبقى انتوا كجروب قبل ما تبتدوا تفكروا في الفكره اللي عايزين نعملها نبص بسرعه في عينينا كده على الاسئله اللي موجوده في الجوجل فورم. تمام. ليه بقى؟ عشان ما تجيبوش فكره، ما انا الفكره دي لازم الم عليها داتا. طيب الداتا احنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من الحاجات اللي جاوبتوا فيها في الاي فورم. طب قدروا الداتا بتاعت الفكره اللي انتوا جبتوها دي مش موجوده في الاي فورم، يبقى هنضطر نلغي البروتوكول ونكتب واحد تاني من اول وجديد. فاحنا هنا بنحاول نسهل عليكم بحيث تكتبوه صح من الاول وما نضطرش ان احنا نعيد تاني. خلاص. يبقى احنا جروب 1 هيبتدوا النيوتريشن اهي معاهم، هيبداوا ان هم يشوفوا موضوع تبع النيوتريشن جايدد بايه؟ جايدد بالكوشنيرز الاسئله اللي موجوده فيها اللي موجوده على الاي فورم. خلاص. طيب احنا 40 واحد هنتقسم ازاي؟ المفروض ان ال 40 واحد دول هيتقسموا الى اربع مجموعات كل مجموعه 10، يبقى هيبقى عندي جروب 1 A و B و C و D، واختاروا بعض زي ما انتم عايزين.
كل مجموعة هيبقى عليها 5 تاسكات هتتوزع كالآتي على 10. في 2 مننا هيخشوا يعمل، بس الأول إحنا 10 هنتفق على التايتل، هنتفق على الفكرة اللي أنا عايز أجيبها أو الريسيرش كويستشن اللي أنا هدور عليه جايدد بالأسئلة اللي موجودة في الإي فورم، تمام؟ وبعدين هنتقسم كالآتي، إحنا 10 بعد ما اتفقنا على الموضوع. في 2 هيخشوا يعملوا نت سيرشنج، تمام؟ بحيث ان هم ينزلوا لي من 4 لـ5 بيبرز اتعملت على نفس الموضوع اللي احنا هنعمل عليه. اوكي؟ يبقى دول 2. اي من العشرة اي 2 هي دكتور معلش بس بعد اذن حضرتك انا كان عندي مشاكل في الكونكشن بس، فلو ممكن بس التقسيمه تاني. حاضر. معلش بس بعد اذن حضرتك. طيب احنا دلوقتي 40 هنتقسم لاربع جروبس A B C D. يعني جروب 1 هيبقى A B C D، 2 A B C D، 3 A B C D and so on. جروب A هيقعد مع بعضه ويتفق الاول احنا عايزين نعمل في النيوتريشن، طب عايزين نعمل ايه في النيوتريشن؟ هروح املا او ابص في الاسئله اللي موجوده على الاي فورم اللي موجوده على الجروب بتاع الاسم. خلاص انتوا خدتوا المحاضره بتاعت الاي فورم ولا لسه؟ لو ما خدتوهاش هتاخدوها ويقولوا لكم بالتفصيل هتجيبوه منين وتلموها. خدناها يا دكتوره. خدتوها؟ طب خلاص يبقى اذا موجوده على الموقع بتاع الاسم. هنخش ونبص سريعا كده في الاسئله اللي هم حاطينها لنا في الايه، في الكوشنيرز اللي احنا هنملاها دي، بحيث ان احنا نربط الفكره اللي في دماغنا بالاسئله اللي موجوده. طبعا احنا هنا ماشيين بالعكس على فكره، احنا المفروض في اي ريسيرش انا بفكر الفكره وبعدين اظبط لها اسئله، لكن احنا عشان الوقت احنا مظبطين لكم اسئله valid كويس وانتوا تركبوا عليها الموضوع. طيب خلاص اتقسمنا الى 4 مجموعات. مجموعة ايه خلاص اختارت الموضوع بتاعها، في 2 منهم من العشرة دول هيعملوا نت سيرشنج. دول اول ناس لازم يبتدوا، لازم يبتدوا بسرعة جدا عشان الناس هتشتغل من وراه، فينزلوا لنا من 4 لـ5 بيبرز، تمام؟ يكونوا ليهم علاقة بالموضوع اللي انتوا اخترتوه. في 3 هيستلموا منهم البيبرز دول ويبدأوا يكتبوا الانترودكشن بتاعة الموضوع. اوكي؟ هيكتبوها منين؟ انهم هيقروا الانترودكشن بتاعة الاربع بيبر ويقرروا مع بعض، انا هاخد الباراجراف الاولاني من البيبر نمرة 1 دي، نحط ونكتب جنبها ان دي من 1، واروح حاطة كده علامة ان البيبر دي هي هسميها 1 عشان لما اجي اكتب الريفرنس. وبعد كده هاخد الباراجراف التاني ده من البيبر دي اللي هي البيبر دي اكس هسميها 2، وبعرف ان اكس ده هو 2. وهاخد الباراجراف التالت ده من البيبر نمرة 3، والباراجراف الرابع من البيبر نمرة 4، والباراجراف الخامس ده هرجع اكتبه تاني من البيبر نمرة 2، فروح كاتباه وحاطه جنبيه 2. اوكي؟ دي الناس بتاعه الانترودكشن مهمتها انها تقرا في الاربعة 5 بيبر وتعمل لنا باك جراوند جميل عن الموضوع اللي انتوا اخترتوه. في الايتمز اللي احنا شرحناها او قلناها مش هعيدها تاني، اللي هي موجوده في اول الايه البرزنتيشن. في 2 منكم هيبتدوا برضو شغلهم من النهارده كويس مع الناس بتاعت النت سيرشنج، ان هم هيبداوا يفكروا في الجول والاوبجكتيفز اللي انا عايزه اطلع بيها اكوردنج للفكره اللي احنا اخترناها. دول ناس بقى ايه، عايزين ناس تكون كده ايه عندهم اناليتيكال ثينكينج شويه، الناس تكون بتعرف تفكر وتعرف انها تطلع اوبجكتيفز. الجول سهل، هنقول ان احنا هنقلل الموربيديتي او المورتاليتي او هنبروف الهيلث، لكن الاوبجكتيفز هو ده اللي عايز تفنينا، هو ده اللي عايز انا اقدر اطلع ايه من الفكره اللي انا اخترتها دي حاجات تكون ابليكابل اقدر اطبقها في البحث بتاعي، تمام؟ وبرده هيبقوا جايدد بايه، بالاسئله بتاعه الاي 4. في 2 بقى بعد ما الناس تخلص الانترودكشن وتكتب لهم احنا جايبين الباراجراف الاولاني من 1 والباراجراف الثاني من 2 والباراجراف الثالث من 3، هيدوهم الريفرنس دول ويقولوا لهم والله احمد ده كان نمره 1 وعبير ده كان نمره 2 وايمن ده كان نمره 3، ابداوا اكتبوا الريفرنسز في الحته بتاعه الريفرنسز بالطريقه اللي احنا قلنا عليها واتفقنا عليها، اللي هي الاسامي واسم البيبر واسم المجله والسنه والكلام ده كله، وهوريكم حالا ازاي من البحث تقدروا تطلعوا الكلام ده. الواحد الاخير اللي فاضل في المجموعه ده بقى هو عليه ان هو يعمل البرزنتيشن ويجمع فيها كل اللي الناس كتبته دي بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، بكل التايتلز اللي مكتوبه اللي هو ايه، اللي هي الكومبوننت اللي هي تايتل وبعدين الاسامي وبعدين انترودكشن وبعد كده جول وبعد كده اوبجكتيفز وبعد كده ميثودولوجي بكل الكومبوننت، خلاص؟
وعشان نسهل عليه احنا زي ما قلنا في حاجات انتوا هتكتبوها وتديها له، وفي حاجات احنا هقولها لكم دلوقتي ستاندرد هتتكتب في كل البرزنتيشن اللي هتتعمل لكل الطلبة في كل المجموعات. اوكي، يبدأ هو ممكن من النهاردة يعمل الديزاين بتاع البرزنتيشن ويحط فيها التايتلات بتاعة الحاجات، ويبدأ ياخد الحاجات الستاندرد كوبي بيست من المحاضرة بتاعتي يحطها زي ما انا هقولها لكم دلوقتي، وبعد كده يستنى بس الانترودكشن زمايله يبعتوها له، ويستنى الجول والاوبجكتيفز والريفرنسز ويروح مكمل بيها. اوكي، اذا في كذا حد ممكن يبدا يشتغل من النهارده. يبقى احنا في 2 هيشتغلوا على النت سيرشنج، في 3 للانترودكشن، ادي كده 5، في 2 للجول والاوبجكتيفز، في 2 للريفرنسز، وفي 1 عليه ان هو يلم كل الكلام ده في ايه برزنتيشن. طيب والفاينل ثانيه واحده بس دكتور، البروتوكول البروتوكول ده هتسلموه او هتناقشوه، هو ده يعتبر درافت مش البروتوكول النهائي، هتناقشوه مع الدكتور اللي هيبقى معاكم في السيشن بتاعه الاسبوع الجاي خلاص، والتقسيمه زي ما انتم تتفقوا مش شرط انها تكون بالترتيب. طيب نيجي بقى على الجزء الابلايد، قلنا خلاص ان احنا هنتقسم لاربعه سب جروبس، وهتكون مهمتنا كتابه الانترودكشن والجول والاوبجكتيفز. من اول هنا بقى الناس بتاعت البرزنتيشن هتاخد السلايدز من هنا لحد ما انا اخلص الكام سلايدز دول كوبي بيست بالظبط، يعني هتكتبوا الاستادي ديزاين كروس سيكشنال. ليه كروس سيكشنال؟ لان انتوا لا هتفولو الميديكال ستودنتس ولا هتجيبوا ناس عندها مشكله وناس ما عندهاش وترجعوا فيها باك اون ان تايم. احنا هنشتغل كل الديزاينز بتاعتنا في كل الثمانيه ريسورسز بتوعكم عباره عن كروس سيكشنال. ليه؟ لان انا بملى منكم الكوشنيرز اللي انا بملاه ده، بملاه دلوقتي وبرجع اعمل له اناليسيز من حاجات بتعملوها دلوقتي، مش حاجات لا باك وورد ان تايم ولا فورورد ان تايم. فكلنا هنكتب نفس الكلام من اول السلايد دي لحد الاخر. الستادي ديزاين كروس سيكشنال، يبقى بتاع البرزنتيشن هيبتدي ياخد الكلام اللي انا كاتباه ده بقى ويبدا ان هو ياخده كوبي بيست في البرزنتيشن بتاعته. طيب البوبوليشن، البوبوليشن ثابته، هم مين؟ هم الفورث يير ميديكال ستودنتس بتوع الراوند الرابع للاكاديميك يير 2020 2021. السيتنج بتاعنا ثابت في القصر العيني الكوميونتي ميديسن ديبارتمنت، مش هناخد سامبل. ليه؟ لان احنا هناخد كل الطلبه اللي هم موجودين معايا في الراوند الرابع. التولز برضو هكتب الحته اللي فوق دي ستاندرد، ان انا هعمل سيلف ادمنستريتد كويشنير خلاص، فيه السوشيو ديموغرافيك كاركترستكس دي هتلاقوها موجوده اول ما تخشوا تبداوا تملوا الاي فورم، في الاكاديميك بيرفورمانس، وبعد كده في كويشنير عن الحاجه اللي انت هتعملها. يعني الجروب اللي هيشتغل نيوتريشن هيلاقي فيه كويشنير كامل للنيوتريشن، هو ده اللي هيستخدمه خلاص. بتوع الكوبينج هيلاقوا فيه كويشنير كامل للكوبينج. ميزه الكوشنيرز اللي احنا حاطينها لكم دي ان هي معمول لها فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ يعني احنا عاملين تشيكنج على مدى صلاحيتها للاستخدام. طبعا الفاليديشن ده موضوع كبير قوي قوي قوي، بس ما تدوشوش بدماغكم، بس المهم ان انتوا تبقوا عارفين ان الكوشنيرز اللي محطوطه دي فاليد كوشنير. كل واحد فيكم هيقول انا هستخدم الكوشنير بتاع النيوتريشن، انا هستخدم الكوشنير بتاع الفيزيكال اكتيفيتي، انا هستخدم الكوشنير بتاع الكوبينج، كل واحد على حسب موضوعه. طب ايه التكنيك اللي انا هلم بيه الداتا؟ من خلال الجوجل فورم اللي هي هتتمل. طيب نيجي بعد كده الداتا اناليسيس، برضو دي هتتكتب ستاندرد وستامبا. داتا ويل بي كودد وانترد واناليزد بالمايكروسوفت اكسل وسامرايز يوزنج يا اما نمبر وبرسنت للكواليتاتيف داتا، يا اما مين وستاندرد ديفيشن او ميديان انتر كوارتايل رينج للكواليتي للكوانتيتيف داتا، والداتا ويل بي بريزنتد اس تيبلز وجراف. الكلام ده هتاخدوه بالتفصيل وتفهموه كويس قوي في محاضره الاستاتستكس. طيب الايثيكال كونسيدريشن برضو هنكتبها ستامبا، ان انا هقول المفروض ان انا اخد ابروفال من الايثيكال كوميتي، هاخد انفورمد كونسنت من الناس، البرايفسي والكونفيدنشاليتي ويل بي انشورد، والداتا هتستخدم في مجال الريسيرش فقط اللي انتوا هتعملوه ومش هتستخدم في اي مجال تاني. تمام. طيب عايزه اوريكم بسرعه لما تنزلوا بيبر ازاي تاخدوا الريفرنس بتاعتها، وبعد كده لو في وقت بقى نبدا نشوف عندنا ايوه. هو حضرتك دلوقتي قسمتي اللي هو كل واحد يعمل ايه على 10، بس هو الجروب 40، فيعني هيبقى في 4 في كل جروب. انتوا هتعملوا 4، هتعملوا 4 خلاص، وبعد كده يا محمد هتيجوا انتوا الاربعه المره الجايه في سيشن اسمها ايه؟ السب جروب بروتوكول
برزنتيشن، بس انتوا الاربعه هتكتبوا في النيوتريشن افكار مختلفه تمام. وبعد كده اما هتقعدوا مع اللي هيمشي معاكم بقى بقيه الريسيرش هيبدا بقى يقول لكم طب احنا هناخد الباراجراف من عند محمد نحطه على الباراجراف الثاني بتاع فلان الفلاني، نحطه على الباراجراف الثالث بتاع فلان العلاني، خلاص. ويبدا يجمع لكم الاربعه بروتوكولات دي في بروتوكول واحد بس للمجموعه كلها، هي اللي هتكملوا بيه وهي اللي هتعرضوه في الاخر. اوكي دكتور معلش بس التقسيمه اللي بين العشرة تاني مع الصوت كان مش 2 فور نت سيرشنج، 3 للانترودكشن، 2 للجول والاوبجكتيفز، 2 يكتبوا الريفرنسز، وواحد يعمل البرزنتيشن ويجمع من كل زمايله وياخد الحاجات الستاندرد اللي انا قلت لكم عليها عشان يكتبها تمام. طيب تعالوا كده ايه نشوف، ادي بيبر اهي انا نزلتها من على النت تمام. عايز اشوف بقى هكتب ازاي، عايز اشوف هكتب ازاي الريفرنس، الناس اللي هتكتب الريفرنس. خلوني بس اكمل عشان الوقت، وبعد كده لو في اي اسئله احنا النهارده هيبقى في لينك مع الليدرز زي ما اتفقت معاكم على واتساب، اي حاجه ممكن تبعتوها لي على الجروب ده وابدا ان انا ايه ارد عليكم. طيب اول حاجه بتقابلني لما بنزل اي بيبر بلاقي التايتل بتاع البيبر اهو مكتوب فوق خلاص، بس مش ده بيتكتب اول واحد. ببدا اكتب اول حاجه الاسامي اللي مكتوبه تحت التايتل اهي. هو البيبر دي معموله بداليا احمد وايناس حلمي الشريف وايمان طاهر وفاديه زايد. هكتب ازاي؟ هكتب احمد دي وبعدين الشريف اي اتش يعني اسمها الاول وبعدين اسم الوالد وبعد كده طاهر اي واند زياده اف. ادي كتبت اسامي الناس وبعدين اروح واخد اسم التايتل بتاع البيبر اللي عملوها اهو، Prevalence and Predictors of Depression and Anxiety among Elderly Population Geriatric Home in Cairo, Egypt. بعد كده بقى لو بصيتوا هنا في الحته دي، حاول ان انا اكبرها لكم اهي، هتلاقوا اهو مكتوب على جنب Journal of Egyptian Public Health Association، ده اسم المجله اللي احنا نشرنا فيها. مكتوب جنبها السنه ومكتوب الفوليوم بتاعها اهو ومكتوب الصفحات اهي من 127 ل 135. تمام؟ فأنا باخد المعلومات دي أرتبها زي ما أنا قلت لكم في كتابة الريفرنس. خلونا نشوف ريفرنس تاني لأن مش دايماً اسم المجلة بيبقى موجود كده. في بس هنا حاجة عايزة أوريها لكم. بصوا هو من تحت مكتوب الدي أو أي بتاعتها أهو. يعني ده هدور عليه برضو. ساعات في مجلات بقى بتبقى كاتبة الدي أو أي من فوق، ساعات كاتبها من تحت، ساعات كاتبها at the end of the paper. تمام؟ فلازم أدور عليها. هوريكم واحدة تانية. واحدة تانية برضو عشان نطلع منها ونشوف. اهي. دي. ادي اول حاجة هلاقيها في وش مين؟ التايتل بتاع البيبر اهو. تاني حاجة هلاقيها مين؟ اسامي الناس اللي اشتغلوا في البيبر. اوكي؟ محمد حجازي وايمان طاهر. اوكي؟ هكتبه ازاي؟ هكتبه حجازي ام اند طاهر اي. وبعدين اكتب ادي اسم البيبر بتاعتنا اهي. بصوا هنا المجلة مكتوب من فوق اهو اسمها International Research Journal of Medicine and Medical Science. بكتبه زي ما المجلة كاتبة اسمها زي ما باخده. في بعض المجلات ما بتبقاش كاتبة كده، بتبقى كاتبة الانيشالز بس، تبقى كاتبة IRJM and AM. اوكي اخد زي ما المجلة كاتبة اسمها انا هاخدها، لا بختصرها ولا بزود فيها. وبعدين اهي كاتبة الفوليوم اهو، وكاتبه فوليوم 1 وبين قوسين كاتبه الايشو، وكاتبه الصفحات اهي من 34 ل 39، وكاتبه سنه اللي احنا نشرنا فيها البيبر 2013. دي لو دورت عليها عشان دي 2013 مش هلاقي مكتوب فيها الدي او اي. فساعتها لو انا جات لي بيبر زي كده اروح كاتبه اليو ار ال. طبعا الناس اللي بتعرف تستخدم مندلي هايل يا ريت، بس مش كل الناس بتعرف تستخدمه. عشان كده أنا بديكم الطريقة التراديشنال لأني مش ضامنة إن كل الناس اللي هتكتب الريفرنسز طبعاً المندلي هو بيظبط لي الحكاية دي، أنا ما بقعدش أعمل كده. خلاص؟ لكن مش كل الناس بتعرف تستخدمه للأسف. أوكي؟ طيب عندنا بقى 5 دقايق لو عندنا أي أسئلة سريعاً. دكتورة بالنسبة لجزء الفاينل ريبورت يعني ده مين هيكتبه أو كده يعني؟ لا انا مش عايزاكم تشغلوا نفسكم دلوقتي بالفاينل خالص. احنا الدور بتاعنا ايه دلوقتي؟ ان كل مجموعه هتيجي اليوم اللي هو في الجدول بتاع الاسبوع الجاي جايبه معاها بروتوكول بتاعها، جايبه يعني مجموعه 1 جايبه معاها 4 بروتوكول،
مجموعه 2 جايبه معاها 4 بروتوكول، بس خلي بالكم البروتوكولات الاربعه منبثقه من من الموضوع اللي اخترناه. يعني جروب 1 هيشتغل نيوتريشن، يبقى الاربع بروتوكولات لازم بيتكلموا على نيوتريشن، بس الافكار ممكن تبقى مختلفه. تمام. ها عندنا ايه تاني سؤال؟ حد كان بيسال في الشات يا دكتور هتتقسموا بالترتيب ولا عادي؟ لا عادي زي ما انتوا عايزين. ها دكتور، هو في في اربع جروبس بيتكلموا عن نيوتريشن، فكده ممكن يبقى في تشابه افكار يعني. ما يجراش حاجه. ما يجراش حاجه ان يبقى في تشابه، بس مش هتبقى البتاعه تيبيكال وايدنتيكال، لان كل واحد هيكتب باسلوبه وهيكتب بطريقته، فمش هلاقي التو برزنتيشن شبه بعض بالملي. يعني قصدي ما تستنصحوش تعملوا واحده وتعملوها اربع نسخ وتيجوا تعرضوها، لان بيبان كل واحد طريقه كتابته وطريقه اختياره لترتيبه الباراجرافس والبيبرز اللي هو اصلا كتب منها. يعني انا ممكن انزل اربعه بيبر غير الموضوع، غير الاربعه بيبر اللي هينزلهم اللي جنبي، غير الاربعه بيبر اللي هينزلهم الجروب الثالث سي، غير الاربعه بيبر اللي هينزلهم دي. وبالتالي حتى لو احنا اخترنا فكره واحده، الكلام من تحت في الانترودكشن والاوبجكتيفز هتبقى مختلفه. اوكي. ها ايه كمان؟ انا بحتاج اعمل ريفريزنج ولا باخد كوبي بيست الحاجه اللي موجوده في البيبر؟ لا، المرحله اللي احنا فيها دي هناخد كوبي بيست، لان مش هو ده الفاينل. لكن لما نيجي بقى ساعه الفاينل اللي هو هيتعرض في الاخر ده، لازم اعمل له ريفريزنج لازم. لكن انا مش هعمل ريفريزنج على حاجه انا لسه ده درافت. اول واحده دي بتاعه الاسبوع الجاي دي اسمها درافت، يعني ناخده بعبله كده لانه لسه هيتصلح فيه حاجات كتيره جدا. ها ايه كمان يا دكتور؟ يعني هي ريسيرش، اي ارتكل من النت ينفع اخذ كوبي بيست واحطها؟ ايوه، بس تكون ريليتد للموضوع بتاعك، مش انت بتشتغل فيزيكال اكتيفيتي فتروح تكتب لي حاجه عن الاستريس مثلا. لا لا طبعا، يعني ريليتد للنيوتريشن. ايوه، هتنزلوا اربعه او خمسه على حسب بقى ما ربنا يفتح عليكم، وتبداوا تكتبوا منهم بس يكونوا ريليتد للموضوع بتاعكم. ها ايه كمان دكتور؟ هذا اللي في الاخر ناخدها كوبي بيست، الايه اللي هو الميثودز والبوبيليشن الكلام ده، ناخدها كوبي بيست. من اول خدوها كوبي بيست من المحاضره بتاعتي دي نفسها بالظبط. نفسها بالظبط، ودي على فكره مش هتتغير خالص لحد اخر لحد الفاينل برزنتيشن. تمام. طيب يا دكتور، بالنسبه للبروتوكول النموذج اللي موجود في الكتاب، احنا هنملى عليه ولا ايه الفرق بينه وبين الكويستيونير اللي حضرتك قلت؟ لا، احنا كنا حاطينه على اساس ان انتوا كنتوا بتجيبوه وبتسلموه ورقي، واحنا كنا بنستلمه منكم ونحطه في بورتفوليو بتاعكم. مع قصه الاونلاين ومبقناش نشوفكم كتير والكلام ده اتلغى، فبقينا نخليها برزنتيشن بس. بس انتوا ممكن تستعينوا بيه كتايتلز بس، تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي تبقى موجوده في البروتوكول. طب بالنسبه للكويستيونير عنه دوت، هنستخدمه في ممكن نوصله ازاي؟ موجوده على السايت بتاع الاسم، كل الكوستينيرز اللي انتوا هتملوها هتخشوا عليها وتقروا الاسئله اللي فيها او تملوها، وتبقوا بعد كده هيجي لكم افكار بقى على الموضوع بتاعكم وانتوا بتملوه. في بس حاجه هنبه عليها، ان انا ان شاء الله النهارده بعد الكمبيوتر لاب اللي انتوا هتاخدوه دلوقتي ده وتبداوا فيه، هتنقوا ليدر من كل جروب، وانا هبعت للدكتوره مروه لينك واتساب هتحطه على الفيسبوك اللي انتم معاه فيها ده، والثمانيه ليدر بتوع الثمانيه جروب هيخشوا على الواتساب ده. يعني هبقى انا ودكتوره مروه ومعانا ثمانيه، احنا 10 بس، انا وهي والثمانيه ليدرز. اي حاجه او اي حاجه عايزين تسالوني فيها تبعتوا للليدر بتاعكم، لان انتم اكيد برضو هتعملوا واتساب جروبات ليكم ومن بعضيكم، فهتسألوا ليدر بتاعكم والليدر هيحطه على الجروب، وانا هبعت الاجابه وهو هيوصلها لكم. لو في اي حاجه اداريه هتتغير او هتحصل برضو نفس الكلام، هبعتها من خلال الليدرز والليدرز هتوصلها للجروبات بتاعتكم. طيب يا دكتور، هو بالنسبه للمحاضره عموما اللي خدناها النهارده، يعني الكلام اللي فيها كان كتير شويه عن الكتاب، يعني المعلومات دي فور النولج لينا واحنا شغالين. ايوه، المعلومات دي ليكوا انتوا، المعلومات دي عشان تتعلموا، محدش هيسالكوا فيها، المعلومات دي ليكوا انتوا. اصل في سؤال حضرتك قلت لي ريتن او حاجه راوند قبل كده، ولا دي حاجات هتقابلنا في الشباتر بعد كده؟ لا، انتوا هتلاقوها، ممكن هتلاقوا جزء كبير منها مكتوب في الشابتر اللي هو بتاع الموديول اللي موجود في كتاب العملي، لكن ما حدش هيخرج بره كتاب العملي. تمام. يعني المحاضره تمام الخاصه بالحاجات ديت اللي هي المختصره دي برضو تتذاكر، ولا دي برضو يعني بدايه العمل مش منها اصلا؟ لا، مش تتذاكر دي، عشان لا دي مش تتذاكر، احنا مش هنقعد نحفظ المحاضره،
احنا بنابلاي الكلام دوت على البرزنتيشن بتاعتنا، مش هنقعد نحفظ ان الكودينج ثم مش عارفه ايه ثم تخش على اكسل. الكلام ده يا اولاد انتوا هتعملوه بايديكوا، بس عشان تعملوه بايديكوا لازم تبقوا فاهمين انتوا هتعملوا ايه. تمام يا دكتور، شكرا. بصوا ما تقلقوش، خليكوا ستيب باي ستيب والدنيا هتلاقوها ماشيه بيس جدا. دكتور معلش، هو ايه الدي او اي؟ الدي او اي ده اسمه ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، ده زي ما حضرتك كده عندك اي دي، ده عباره عن ارقام وحروف يونيك لكل بيبر، بحيث ان هي ديت اقدر اعمل عليها كليك تدخلني على البيبر على طول. لان السايت نفسه اللي هو اليو ار ال اللي بيبقى مكتوب من فوق ده، وانت بتدوري بيطلع لك كده كلام مكتوب من فوق، ها، في اي سايت هتفتحيه الكلام المكتوب من فوق ده ممكن يتغير. فانا لو خدته حطيته عندي في البيبر وجي بعد كام سنه حد حب يخش على نفس السايت ده، ممكن يلاقي يجي يخش ما يسمحلوش ان هو يخش، لانه خلاص السايت ده اتغير، اليو ار ال ده اتغير، لكن الدي او اي دي ما بتتغيرش خالص، على مر السنين هتفضل زي ما هي. تمام، ها غيره؟ يلا يلا عشان خلاص فاضل لنا دقيقه. معلش بس، هو في حاجه كانت في التايبز بتاعت الستادي ديزاين انا ما كنتش فاهمها، وانا فاهم الفرق بين الانترفنشنال وال والديسكريبتيف، بس مش فاهم السؤال نفسه. قلت ديد انفستيجيتور اساين اكسبوجر، مش فاهم الفكره. انتوا خدتوا مع دكتوره داليا ستادي ديزاين امبارح؟ اخدناها بس انا يعني انا جيت اقرا، بس لسه ليها تكمله. طيب لوست ويل بس اول حاجه خالص، يعني انا فاهم ان هو يعني ما كله بيحصل له اكسبوجر واوت كام. ايوه بالظبط، كله في اكسبوجر وفي اوت كام. لو الاكسبوجر ده انا اللي انا قررته كدكتوره ايمان ان انا هعمله في البحث، يعني ايه؟ يعني انا اللي قررت ان انا هدي العيان ده الدواء ده، مش هو اللي راح خده من نفسه، هو ما جاليش واخد الدواء، لا انا هديك انت الدواء اكس وهديك انت الدواء واي. يبقى انا كانفستيجيتور اللي بعرض مجموعه العيانين دول للدواء اكس وبعرض مجموعه العيانين دول للدواء واي، يبقى انا كده اللي عملت الانترفنشن، انا اللي اديت لهم بايديا الاكسبوجر اللي هقيس عليه الاوت كام بعد كده. لو انا جبت جروب واديته هيلث اديوكيشن عن حاجه معينه، يبقى انا كده اللي عرضت الجروب ده لمؤثر اللي هو بتاع الهيلث اديوكيشن، عشان اقيم بعد كده يا ترى البيهيفير بتاعهم هيتغير ولا لا للجروب اللي خد الهيلث اديوكيشن والجروب اللي ما خدش. اوكي، لو انا بعمل انفستيجيشن جديده هجرب على الناس دي الانفستيجيشن الجديده دي، والناس التانيين هخليهم بالانفستيجيشن القديمه. هل الناس دول اللي جولي كانوا عارفين حاجه عن الانفستيجيشن اللي انا هجربها عليهم؟ لا، انا اللي حطيت لهم بايديا الانفستيجيشن دي انا كانفستيجيتور. فبالتالي يبقى الاستادي دي اسمها انترفنشنال، غير الكوهورت هم جايين اوريدي متعرضين للفاكتور ده، مش انا اللي عرضتهم. يعني ناس جايين اوريدي سموك، ناس جايين اوريدي اوبيز، ناس جايين اوريدي بيشربوا مثلا بيبسي كولا وعايز اشوف النتيجه بتاعتهم على هشاشه العظام، مش انا اللي اديتهم البيبسي كولا وبعد كده رحت شفت. تمام، ده الفرق بين الكوهورت والانترفنشن. ها عندنا اي اسئله تانية؟ دكتور معلش، هو في في امكانيه ان المحاضرات اللي هتبقى او السيشنز اللي هتبقى نزول دي تتعمل اونلاين، لان احنا سافرنا بعتنا نسال الكليه، لو دي اصل ده قرار من الكليه مش قرار من الاسم، احنا بعتنا امبارح نسال الكليه، لو الكليه قالت اوكي هنقلبها. احنا كمان الاستاف مش حابب ينزل على فكره، يعني ده مش احسن حاجه، بس لازم يطلع قرار من اداره الكليه، ما نقدرش احنا كديبارتمنت نلغي الكلام ده. طيب احنا سيبكوا عشان عندكم سيشن تانية، وزي ما قلت احنا الحوار بيننا مفتوح على جروب الواتساب اللي هيبقى فيه الليدرز، وان شاء الله الجروب ده يتعمل النهارده وابعت لكم اللينك النهارده، والثمانية الليدرز يخشوا معايا فيه، واي حاجه انا تحت امركم. يلا بقى ليف بسرعه عشان تلحقوا تخشوا السكاشن الثانيه عشان دي بغياب. شكرا جزيلا ليكم حبايبي.